بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 6 of unit 8 of part 1 CMA 2020. عنوان السكشن other process improvement tools، أدوات تحسين العمليات الأخرى أو أدوات أخرى لتحسين العمليات الصناعية أو الخدمية أو التجارية. وزي ما احنا عارفين برضو انه هون في عندنا عدد من العمليات Operational Efficiency and Business Process Performance، كفاءة العمليات and Business Process Performance، أداء عمليات الأعمال المختلفة التجارية والصناعية أو الخدمية، وبالتالي هذا عنوان اليونت. إذا اليونت فيها وسائل كثيرة أو أساليب كثيرة، الجست إن تايم طريقة، انتربرايز ريسورس بلاننج أند أوت سورسينج برضو طريقة، ثيوري أوف كونسترينت، يعني كلها قد تستخدم يعني مجتمعة، لأن الهدف تبع الشركة أنها تقلل التكاليف وتحسن الكواليتي أو تقلل التكاليف وتطلع نفس الكواليتي، زائدا أنها الشركة تقوم بالتنافس، التنافس يعني احتساب التكاليف بطريقة صحيحة ومن ثم احتساب سعر معين لتستطيع الشركة أن تنافس. Theory of Constraint and Throughput Costing، Capacity Management، Value Chain Analysis and Other Process Improvement Tools. إذا كل هذولا Process Improvement وهي Other Process Improvement Tools. أوكي؟ إذا الآن حنروح على رقم 6. اوكي other process improvement tools. قد يطول الفيديو لكن مضطر اني اطلعه بهالشكل وبشويه تفاصيل. ليه؟ لانه كل هذا العنوان متكامل، other process improvement tools، وسائل اخرى لتحسين عمليات التصنيع او الخدمات او ايش البيع. process analysis، كيف نحلل العمليات او عمليه الانتاج. process analysis is a means of linking a firm internal process to its overall strategy. انت عندك استراتيجية، الشركة عندها استراتيجية لمدة 15-20 سنة، يمكن 30 سنة، يمكن 5 سنين، يمكن 10 سنين. هذه الاستراتيجية لا تستطيع الشركة أن تنفذها إلا إذا ربطت العمليات الصناعية بعضها مع بعض، يعني الفيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4 فيز 5 حتى يطلع معنا المنتج أو مع الشركة المنتج. إذا لابد ما تعمل linking of firm internal processes، العمليات الداخلية في الشركة، لكي تتوائم وتساعد في تحقيق الاستراتيجية اللي هي طويلة الأجل، overall strategy. طيب types of processes، أنواع البروسيسز اللي هي تحت العنوان اللي هي 6. أولا continuous such as candy bars produced by machinery. طبعا هذا العنوان يعطيك أنه ما هي أنواع العمليات التي تستطيع الشركة أن تقدمها. أنواع العمليات أنه قد يكون continuous زي قضية إنتاج علبة البيبسي أو الكاندي، علبة أو الكاندي اللي هي الحلويات أو whatever. إذا هذه اسمها continuous، عملية مستمرة بالإنتاج. نوع ثاني اسمه باتش، ما باتش such as beer brewing. الباتش بمعنى انه حزمة من المنتجات حسب مواصفات معينة، زي الجب اوردر كوستنج، يعني انت بتطلع بالباتشز او انه يتم انتاج باتش معين حسب مواصفات معينة، بعد ذلك يتم انتاج اخر باتش اخر. اذا هي اسلوب الحزمة في عملية الانتاج بمواصفات معينة بكواليتي معينة حسب السعر حسب التكلفة حسب الاوفر اللي جانا من المستورد. طيب ثلاثة هايبريد، هايبريد معناها زي سيارة الهايبريد، هايبريد معناها خلط بين الكونتينيوس وبين الباتش. in which both continuous and batch process are used. الكونتينيوس and batch process are used. الكونتينيوس شو يعني؟ المستمر. والباتش ونس انه احنا بنطلعه لبيبسي بشكل مستمر او جاتو او كنافه بشكل مستمر، لكن قد ياتينا كاستمر يقول لك انا بدي تحط لي مواصفات معينة، إذا هذا اسمه باتش، مواصفات معينة، بطلع له إياه وبرجع للمستمر، إذا أحيانا مستمر وأحيانا باتش بمعنى بمواصفات خاصة. هاي ثلاث.
النوع الرابع ميك تو ستوك السيارات، ننتج ونخزن وننتظر طلبات البيع. طبعا اكيد في تسويق، في دراسه فيزيبيليتي ستدي، مش بس نخزن، وانما الفكره انه ننتج ثم نخزن ثم نوزع. اذا هذه بسموها ميك تو ستوك such as اوتوموبايل اسمبلي تجميع السيارات. الخامسه ميك تو اوردر such as ديلي ساندويش ميكينج، واحد بيطلب سندويشه بيقول لك حط لي حط لي حط لي، ما تحطش كذا ما تحطش كذا، يعني مواصفات معينه. اوكي، اذا هذه ميك تو اوردر حسب الطلب، انت بتعمل حسب الطلب. اوكي، اذا هذول خمس طرق لعمليه البروسيسز، هذول كلهم اذر تولز في عمليه التحسين، بدهم يحسنوا عمليات الانتاج اللي هي البروسيسز كلياتها اللي هي تحت الاذر تولز. هاي تولز اذر بروسيس امبروفمنت تولز. بروسيس انتر ديبندنس، شو يعني بروسيس انتر ديبندنس؟ اي ان العمليات الانتاجيه تعتمد على بعضها البعض، الخطوه الاولى تاتي بعدها خطوه ثانيه، بعدها ثالثه، بعدها رابعه، بعدها خامسه، بعدين بيطلع عندنا المنتج، اذا هاي بيسموها بروسيس انتر ديبندنس، اي ان الخطوه الثانيه تعتمد على الاولى، والثالثه تعتمد على الثانيه، والرابعه تعتمد على الثالثه، وهكذا. The degree of interdependence among the stages in a process is referred to as tightness. اذا tightness شو معناها؟ معناها انه A او الفيز 1 بتطلع الكميه اللي بدها اياها في فيز 2 بالضبط، ما في مخازن ان بتوين الفيزز وفيز 1 اند فيز 2 على القدر، وحتى ماتيريال ما في مخازن، اذا على القدر السبلاير بيجيب لك الماتيريال على القدر وبتطلع الفيز 1 من فيز 1 لفيز 2 قديش بدها فيز 2 على القدر، فيز 2 بتطلع لفيز 3 على القدر وهكذا. اذا هنا اسمها تايتنس، تايتنس يعني ما في لوز، ما في مخازن ان بتوين، يعني اذا وقفت مرحله حتوقف المرحله اللي بعديها. شوف، a tight process is one in which breakdown in one stage، إذا توقفت أو خربت أو تعطلت مرحلة من المراحل brings the succeeding stages، المراحل اللاحقة to halt لكي تتوقف. إذا العطل أو التعطل في منطقة في مرحلة، المراحل الباقي كلها بتوقف، لا تعتمد عليها. This is characteristic of continuous process. Continuous process. إذا هذه ميزة الـ continuous process. زي عملية إيه؟ عملية إنه والله بتصنع على بيبسي، هل بتقدر تكمل تعبي الغطاء بدون ما تكون أنت مفلل علبة البيبسي؟ هل بتقدر تعبي بعلبة البيبسي مادة المادة المي زائد الخلطة بدون ما تكون عندك علبة مكتملة، بدون ما تكون علبة مدهونة؟ إذا كله يعتمد على بعضه البعض. That do not have buffer work in process inventory. ما في buffer work، ما في work in process in between. كله على القدر، بحيث الـ continuous يعني العلبة بتمر من A ل B ل C ل D لكذا كذا حتى تطلع عندنا الكمية المنتجة. هاي اسمها من إيش بسموها؟ من مواصفات الـ continuous processes. tight. الـ loose process is one in which subsequent stages can continue working after breakdown in previous page. الـ loose معناها في مرونة، رخاوة، مرونة. لوز في 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 مجال، لذلك الفيز 2 تستطيع ان تعمل لانه الفيز 1 طلعت لها ما تحتاجه وما ستحتاجه وما ستحتاجه، يعني في شوي احتياطي من الفيز 1 مشان الفيز 2، اذا وقفت الفيز 1 الفيز 2 بتكمل ما عندها مشكله. كان كونتينيو وركينج افتر بريك داون ان بريفيوس ستيج. This is characteristic of a batch process. اذا طريقه الباتشنج انه الكميات بتطلع بكميات معينه بحزمه معينه، 400 سياره، بعديها ب 400 شاصي مثلا، بعديها بصير تتمم عمليه الانتاج، اذا هذه اللي هي اسلوب الباتشنج. اوكي؟ باتش بروسيس اند اني اذرز وذ اكستنسيف ورك ان بروسيس انفنتوري، اي طريقه اخرى من طرق الانتاج اللي فيها انفنتوري in between، قبل في ماتيريال موجوده قبل الفيز 1، وفيز 1 في بتطلع منتج اكيد ورك ان بروسيس مشان الفيز 2، اذا تعطلت الفيز 1 بيقدر الفيز 2 يشتغل على المنتج اللي طلعته الفيز 1 قبل يوم ويومين وعندها مخازن in between. اوكي، اذا هذه كلها بسموها ورك ان بروسيس between الفيزز بمعنى اللي هي انفنتوريز. طيب هلا مصطلح اخر
bottleneck operations or bottlenecks. وشو هي البوتلنكس؟ هذه هي البوتلنكس. هذه هي البوتلنك، اختناق. مرت علينا بالكونسترينت، ثيوري اوف كونسترينت تي او سي. اذا البوتلنك very few processes run at precisely the same speed in every stage. قليل من المراحل الصناعية قليل من المراحل الصناعية بتشتغل بدقة بنفس السرعة. يعني الفيز 1 بنفس سرعة الفيز 2 و 3 و 4 و 5 وعلى القدر. لا مستحيل، بقول لك قليل. إلا واحدة فيها بطء معين، فيها ضيق معين، زي السيارات لما بتمشي بالشوارع. في مكان بتلاقي السيارات ما عندها مشكلة، وفي مكان بتوقف السيارات هناك طن، يعني بصير عندها أي اختناق. إذا one part of the process is almost always the slowest. إذا one part of the process is almost always the slowest. هاي العملية، هاي عادية وهاي عادية، لكن هون الاختناق. هاي هذا part of the process is almost always the slowest. إذا focus here، بتركز على البوتلنيك الاختناق. Refer to as the bottleneck. شو يرجع لها على أساس إنها إيه؟ bottleneck اللي هي عنق الزجاجة. If capacity is added at that point، بدك توسع capacity، the bottleneck simply shift to the next slowest operation. نعم، إذا رحنا وسعنا بالمنطقة هذه، وسعناها وكبرناها، بصير bottleneck في مكان ثاني، في مكان ثاني. فإذا إذا حلينا مشكلة الاختناق هذه، ينتقل الاختناق إلى مكان آخر. Next slowest operation. The theory of constraints discussed in subunit 83، حكيناها ب 83 section 83 من هذه اليونت اللي هي 8، was developed to deal with this challenge. إذا theory of constraint كان يعني طورة من أجل أنه يتعامل مع قضية البوتلنك. وارجع للسكشن 3 اللي هي الفيديو رقم 3 من اليونت 8. بوتلنك إشو only arises when demand for the firm product is sufficient to absorb all of the output. شو قصة البوتلنك؟ البوتلنك ظهرت هذه المشكلة أو قضية البوتلنك ظهرت من أجل إيه؟ من أجل إنها أو ظهرت حينما يكون الديماند أكبر من قدرة المراحل الإنتاجية على الإنتاج. أكبرها demand when arises when demand for the firm product is sufficient to absorb all of the output. يعني إنه عندنا مراحل إنتاجية عم تنتج، نفترض 500 قطعة مثلا، هاي 500، هاي 700، هاي 800، أو هاي 700 700 500 700 700. إذا الديماند أقل من 500 ما عندك بوتلنك. أما إذا الديماند 500 وتجاوز ال 500 صار 600، معناته عندك بوتلنك. إذا المشكلة بالديماند، إذا الديماند بده إنتاج كبير بصير عندك اختناق. تمام؟ طيب. إذا sufficient to absorb all of the output، كل المنتجات في demand. يعني عندنا طائرة بشيل 600 راكب، بس في عندنا 700 راكب، إذا في اختناق. في عندنا طائرة بشيل 200، لكن عندي 500 راكب، إذا في اختناق، بدك تجيب طيارتين ونص تقريبا. أوكي؟ أو قدرة طيارتين، أو تجيب طيارة واحدة ب 500 راكب بشيلهم كلهم، المهم إنه في اختناق. When a production line is running at least than all full capacity bottleneck can be avoided. لكن إذا أنت بتنتج، إذا عندك طيارة، إذا عندك ركاب 300 راكب وفي طيارة بتشيل 400 راكب، ما في bottleneck. إذا الطيارة بتشيل 200 راكب وعندك ركاب 300، الديمان 300 أكثر 200، بصير bottleneck. بس إذا الديمان 300 والطيارة بتشيل 400، ما عندك bottleneck. هاي الفكرة. إذا bottleneck can be avoided لما بيكون الديماند is running less than full capacity، أقل من الطاقة الإنتاجية. طيب مصطلح process value analysis. طبعا هذولا عندنا مصطلحات A و B و C و D اللي هي process analysis، بدك تحلل مشان تكتشف الوضع تبع الخط الإنتاجي أو القدرة الإنتاجية تبع المصنع تبعك كيف هو، أو الطائرة أو الخدمات أو whatever. Process value analysis، هلا بدك تحلل عمليات التصنيع او الخدمات. Process value analysis
is a comprehensive understanding, تفهم بشكل شامل of how an organization الشركة generates its output. Generates its output. كيف الشركة عم بتطلع المنتجات؟ طبعا المنتجات قد تكون بسموها tangible يعني بمعنى علب بيبسي أو خدمية intangible. It involves a determination of which activity that uses or use resources are value adding. هذه بتشمل عملية التحليل إنه أي مرحلة من مراحل الإنتاج تضيف value للمنتج or none value adding أو أنها لا تضيف value. And how the later may be reduced or eliminated. إذا في مرحلة من مراحل الإنتاج اللي بدنا نحللها لا تضيف value، هذه المرحلة يجب إنه نخلص منها، شطبها، شيلها، شيل تكاليفها كلها، أو at least reduce them. قلل التكاليف إلى أدنى حد. Reduce or eliminated. This linkage of product costing and continuous improvement of process is activity-based management. إذا هذا الربط بين المراحل المختلفة للإنتاج to check إنه فيها value adding ولا non-value adding. هذه المراحل أوكي اللي هي activity-based management يعني بمعنى إدارة الإيش الactivity based بمعنى إدارة الأنشطة المختلفة لاكتشاف إنه إيش الأساس التي تعمل به اللي هي الكوست درايفر وبسموها اللوكيشن بيس ويعني وكل التكاليف الموجودة في تلك المرحلة من المراحل. طبعا في عندنا هنا إشي اسمه ABM يعني هو الأكتيفيتي بيس مانجمنت. هاي بدك تشوف الاستراتيجي بلاني، بدك تشوف الاكتيفيتي اكاونتنج، بدك تشوف لايف سايكل مانجمنت، بدك تشوف بيرفورمانس ميجرمنت، بدك تشوف انفستمنت مانجمنت، بدك تشوف كونتينوس امبروفمنت. كل هذا الكلام مش ضروري نمر عليهم واحده واحده، وبدك تشوف الجست ان تايم كونسبت، وبدك تشوف الكاستمر فاليو اناليسيس، بدك تشوف التارجت كوستنج كذا الى اخره. هذا هو الاي بي سي بمعنى الاي بي ام يعني انه في فريق مكون من عدد من الموظفين بالشركه قياديين قادرين على ايش على اتخاذ القرار وكذا وتطبيق توصيات معينه. هذا اسمه الاكتيفيتي بيس مانجمنت، كيف يتعامل مع الاكتيفيتيز المختلفه التي تمر فيها العمليه الصناعيه او التجاريه او الخدميه. الاي بي ام ريدايركت اند امبروف ذا يوز اوف ريسورسز، شو بيقوموا؟ بإعادة توجيه الريسورسز، قد تكون ديبريشيشن آلات، وقد تكون كهرباء، وقد تكون ليبر، وقد يكون ليبر دايركت اندايركت، وقد يكون ماتيريال، وقد يكون اي شيء اي شيء اي شيء، حتى الانشورنس، حتى اي شيء له علاقه بالتكاليف التي يجب ان تحمل على ايه؟ على المنتج. اوكي؟ اذا ريدايركس اند امبروفز يعني تحسن عمليه تحميل التكاليف واحتساب التكاليف، وبالتالي لازم تخفض تكاليف معينه. The use of resources. ما هي resources حكينا عنها؟ To increase the value created for customers and other stakeholders. مشان نضيف مشان نزيد القيمة التي نسعى من أجل إضافتها مشان نرضي حبيبنا الكاستمر and other stakeholders. وكمان السبلايرز الستيك هولدر والشير هولدر اللي بده يربح، المساهم اللي بده يربح، وكمان هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة التجارة والصناعة، الضرائب، كله هذا بدك تشتغل فيه، لأنه الستيك هولدر تعني الكريديترز، حتى بدك تركز على الكريديترز، البنوك، البند هولدرز اللي بيحملوا سندات دائنة على الشركة، هذول كلياتهم ستيك هولدرز. علينا أن نسعى الكاستمر شوف في جانب and other stakeholders. إذا بدنا نرضي الكاستمر، بس هذا كمان له انعكاسات على مين؟ على باقي الستيك هولدرز، السبلايرز والفندرز والامبلويز بالشركة إلى آخره. ABM identifies the key activities performed in an organization and focuses on understanding what causes cost to occur. إذا الـ ABM هذا شو؟ هذا الفريق يقوم بتحديد ما هي الاكتيفيتيز الرئيسية التي تمر بها المنتجات من A to Z حتى يطلع عندنا المنتج النهائي ويذهب إلى المخازن أو يذهب إلى الكاستمر أو يذهب للمخازن بانتظار الكاستمر. And فهم what causes a cost to occur، يفهم ما هي الأسباب التي تستدعي حدوث تكاليف معينة. مشان إذا في أسباب تستدعي حدوث تكاليف معينة وهذه التكاليف ليست بالضرورة، بنقول لك يا عمي reduce or eliminate، شيلها أو قللها إذا مش قادر تشيلها. ها
هذا كله فريق الاي بي ام. الاي بي ام يوزز انكلود ذا فولوينج. كيف بدنا نستخدم الاي بي ام؟ الفولوينج. ما هي الفولوينج؟ طبعا استراتيجيك اناليزي، بدك تحلل الاستراتيجيات تبعت الشركه. اكسبلورز يستطلع فاريوس ويز كمباني كان كرييت and sustain competitive advantage in the marketplace. ما هي الطرق المختلفة أو الوسائل المختلفة والمتعددة التي من خلالها تستطيع الشركة أن تضيف value، create and sustain، تضيف value أو تضيف competitive advantage. يعني competitive advantage ما يميز، يميز منتج الشركة عن المنتجات الأخرى، يميزها يفضلها يعني بحيث الناس تجيها، يعني كومبيتيتيف ادفانتج. حدا بيروح على مثلا، بيروح على ابل، على الايفون، على مثلا، أو لانه افضل من منتجات اخرى. هذا قصه قضيه الكومبيتيتيف ادفانتج. اذا بدها تدور هذه الاي بي ام، بدها تحلل الاستراتيجيات، تحلل الفاريوس ويز اي كمباني كان كرييت اند سستين. شوف كرييت اند سستين يعني تخلقوا، تخلقوا كومبيتيتيف ادفانتج وتظلها محافظه عليها، مش في سنه سنتين بعدين تتركها، بدها تظلها محافظه عليها ان ذا ماركت بليس، في السوق. طيب الوظيفه الاخرى او الطريقه الاخرى، تستخدم الطريقه الثانيه. هذه طريقه او هذه من المهام تبعين الاي بي ام. البي اي بي ام كان بتعمل بنش ماركينج. شو البنش ماركينج؟ از ميثودولوجي ذات ايدنتيفايز ان اكتيفيتي از ذا ستاندرد باي ويتش سيميلر اكتيفيتي ويل بي جادج. شو معناته ايدنتيفاي ذا اكتيفيتي؟ اذا بنش ماركينج شو بتيجي على مثلا عمليه صهر علبه البيبسي، الصهر يجب ان يقارن مع صهر علبه البيبسي في المانيا بشركه زينا، هذه البنش ماركينج. اذا هناك عباره عن مجرمنت معينه للصهر وطريقه للصهر وكذا، نتبعها مثلا بالتعامل مع شركه المانيه في انتاج البيبسي. ذات ايدنتيفاي ان اكتيفيتي از ستاندرد باي ويتش سيميلر اكتيفيتي ويل بي جادج. بنروح على المانيا بنجيب ما هي الاكتيفيتي، مواصفات الاكتيفيتي تبعت الصهر تبع علبه حديد البيبسي، واذا ما ينطبق عندهم يجب ان ينطبق عندنا. اذا هذه يسموها البنش ماركينج. هذه من وظائف مين؟ وظائف الاي بي ام. ثلاثه اوبريشنز اناليسيس، تحليل العمليات الصناعيه اول باول. سيكس تو ايدنتيفاي اند ميجر اند امبروف كرنت بيرفورمانس اوف كي بروسيسز. الكي بروسيسز العمليات الرئيسيه بصناعه البيبسي، نفترض في صهر للحديد وبعد ذلك في تبريد للحديد وبعدين تشكيل العلبه وبعد ذلك ادهان العلبه بعد ذلك تعبئه العلبه اللي هي بالماده النقيه الرائعه اللي هي المي بلس الخلطه تبعت البيبسي. بغض النظر البيبسي احنا نفضل انه الواحد يعني يبتعد عن البيبسي لانه بيقولوا عنه بعمه ما هوش ايجابي للجسم بشكل عام وصرف على لكن احنا بس مش عشان نقرب الفكره ما بنعملهوش دعايه. اوكي شوف اند امبروف كرنت بيرفورمانس اوف كي بروسيسز، وتحسين الاداء الحالي والفعلي لهكذا اكتيفيتيز تمر بها علبه البيبسي اند اوبريشنز وذين ذا انتيتي. طيب الرابعه بروفيتابيلتي برايسنج اناليسيس، كيف بدنا نحط السعر. اسيستس a company in analyzing the cost and benefit of products and processes and pre-launch analysis. اذا شو معناته؟ تساعد الشركه بتحليل التكاليف and benefits of the product والمنافع، لانه في اي قانون بالبزنس في تكلفه وفي منفعه، ما ببذل تكلفه الا مقابلها منفعه. products and processes اذا المنتج او العمليه، العمليه لها تكلفه لها منفعه والبرودكت له تكلفه له منفعه. and pre-launch analysis شو يعني؟ بتحلل قبل ان تصدر المجرمنت اللي هي analyzing the cost and benefits. improvement of product profitability and pre-launch analysis and improvement of product profitability، بحيث انه نطلع انه العمليه او المنتج مربح ولا لا. التكاليف تبعت المنتج علبة البيبسي بدها 20 سنت مثلا، طيب من بيعها ب 30، اذا هذه الفكرة انه ال 20 كيف انحسب، انه ال 20 كيف اجن وكذا، واكيد مروا على البنش مارك وقضايا واستراتيجيات والايمج، وهذه مرينا عليها كلياتها واحد واثنين وثلاثة وهذه الرابعة. امبروف برودكت بروفيتابيلتي، طبعا اذا انه احنا ممكن نضغط على التكاليف انها تنزل من ال 20 الى 18 والارباع والسعر يكون 30، اذا بصير نربح 12 بدل ما نربح كنا 10 وهكذا. القصه اذا بتاثر هاي على الكواليتي بعملهاش، بظني ثابت على ال 20 وبحاول ارفع السعر الى 32 وكذا. بهالمعنى هذا
الرابعة أو الخامسة سوري هاي الرابعة الخامسة process improvement بدك تحسن عمليات الأداء داخل الشركة focuses on identifying the causes of variation waste. إذا ما هي الأسباب التي تستدعي أن نختلف عن البنشمارك variation عن البنشمارك variation الويست ما هي أسباب الويست and inefficiency. طب علبة البيبسي من 50 بألمانيا إلى 70 عندنا ما شاء الله 70 معناته 20 جرام we are inefficient ب 20 جرام وين بتروح هاي ما هي الأسباب تبعها إذا بدك تدور الفاريشن والويست والإنفيشنسي. الفاريشن هو بين ما هو مخطط وما هو فعلي وكمان في عندك الإنفيشنسي وبالتالي يعني بمعنى علبة البس أعطيناك مثال عليها لازم تكون بدل 50 لازم تكون 50 زي ألمانيا لكن طلعت عندنا 55 60 70 وطيبر معناته we are inefficient مش بس بالماتيريال كمان بالليبر كمان بالكهرباء كمان بالدبريشيشن كمان بمساحة المصنع كمان كلام كثير في هذا الموضوع. Process improvement includes both incremental and quantum change. ها process improvement includes شو يعني process improvement عملية التحسين هاي العنوان includes both أول إشي incremental and quantum change efforts to seek to increase the value created per resources consumed by an organization. الincremental لها علاقة دائما بالمستقبل يعني بمعنى أنه إذا زدنا كمية إذا زدنا تكاليف التكاليف هاي إلها لزوم ولا ما لهاش لزوم الincremental. الكوانتم اللي هي لها علاقة بالكمية بالكمية التي نحتاجها لعملية مثلا عندك 50 جرام 50 جرام لها علاقة بمثلا بإنتاج علبة البيبس احتمال نطلع ال 50 جرام لا نطلعها 49 جرام يمكن عند الألمان 2% أو وطفر أو 4% أو 5% 5 جرامات خلينا على 5 جرامات بال 50 عندهم مثلا هم بحطوها نورمال خلينا نسميها سبويلج أو نورمال ويست أو نورمال سكراب أو نورمال واتيفر احنا ممكن نشاطر عليهم ونقول لا بدنا نطلعها ب 49 إذا الانكريمنتال اند كوانتم صعب انك تميز بيناتهم بالضبط وإنما هي القصة لها علاقة تشينج ايفورت ذات سيك تو انكريز ذا فاليو كرييتد كلهم الثنتين هذول incremental ولا الكوانتم لهم علاقة بزيادة كفاءة المنتج value created per resources بالresources اللي احنا استثمرناها input input labor والmaterial والvariable overhead والfixed overhead consumed by organization. هذه process improvement علينا أن نحسس العملية أن نحسن سوري العمليات الصناعية التي يمر بها المنتج تبعنا بهذه طبعا من خلال فريق مين اللي هو الABM هذا فريق. طيب في عندنا مصطلح آخر اسمه CIP continuous improvement process. طبعا continuous improvement process تعني أن التحسين بشكل مستمر هنا قلنا قبل شوية إنه process improvement بس مش معناته حسنت مرة واحدة خلاص بدك تظلك دائما تحسن continuous improvement process. خلينا نشوف هل هايبر لينك تبعها هاي شو continuous improvement بدك تظلك دائما شوف celebrate successes شو يعني النجاح عندما بتصل إلى نتيجة إنه دائما في عندك نجاح معين إنه تحسن السعر أو تحسنت أو خفضنا التكاليف أو زادت الكواليتي أو الامبلويز زاد الولاء تبعهم أو كذا دائما هاي الأمور اللي هي تعتبر شوف هنا مثلا وين بدي أبدأ مثلا identify waste حدد الويست طيب لما نحدد الويست بنروح على الألماني نجيب develop counter measure بمعنى المقاييس التي من خلالها نعرف قديش الويست اللازم أو الويست اللي مش لازم اللي يسموها normal والabnormal spoilage is the change real التغيير هذا بدنا نعمل تعديل make the changes changes مشان نخلص من الويست اللي ما له لزوم مثلا verify change كله measure case and results case and results حنيجيها بعد شوي هذه الفكرة كلياتها بسموها continuous improvement process بذلك تفكر بشكل مستمر بشكل مستمر طبعا عندي هنا ثلاث صفحات أو ثلاث slides هاي نفس الكلام ها هون هاي continuous improvement cycle نفس الأفكار هون هاي شوف هنا قديش كانت البرودكت تبعك قديش صار البرودكت لأنك تعمل ACIP تمام لي طلع قديش البرودكت قديش صار قديش كان الكمبيوتر كبير كان هنا هي اخذت من السوق اخذت سحبت جزء من السوق
إلك لصالحك. إذا هذا الأمر جاي من نتيجة شو؟ جاي نتيجة اللي هي continuous improvement process. is an ongoing بشكل مستمر، ما فيش وقوف، التوقف ما في. effort involving management and workers to improve product services and processes. تشمل شو؟ management and workers. الإدارة العليا، الإدارة طبعا كل الإدارة مش بس عليا لحالها البورد اوف دايركتورز، لا السي او او والبورد اوف دايركتورز والاكزكتيفز المدراء الإدارات الرئيسية وكذا. and to improve product service and processes، العمليات الصناعية المنتجات والخدمات اللي بتقدمها الشركة، and وعمليات التصنيع وعمليات يعني مراحل المنتج بمر بمراحل معينة فهي تعتبر processes. The purpose of CIP is the identification. شو هدف CIP اللي هي continuous improvement process؟ تحديد، reduction تخفيض، elimination شطب of suboptimal processes to improve efficiency. يا اخي اللي ما لزوم شيله ما تتكلفه، ما بلا منه لانه ما له اثر في المنتج. بتظلنا احنا دائما continuous improvement process، دائما نبحث انه والله في وقت ضائع عند العمال، في وقت ضائع عند كفاءة العمال، في وقت ضائع بالماتيريال، في وقت ضائع بالاندايركت ماتيريال، في وقت ضائع بالكهرباء، في وقت ضائع بالدبريشيشن تبع. بدك تظلك دائما تفكر من اجل شو؟ تحدد، وبعد ان تحدد ان هناك امرا يجب ان يتم التخلص منه فتعمل له ريدكشن. وإذا ما احنا قادرين نعمل طبعاً نتمنى نعمل elimination بس مش قادرين نعمل reduction and elimination of suboptimal process اللي هي العمليات التي لا تعتبر optimal، يعني ما عم بتفيدنا وبتضخم من منافعنا نتيجة تقديمنا للخدمة أو تقديمنا للمنتج. to improve efficiency، شو يعني الإفيشنسي بالنهاية؟ علبة البسي بدل ما تطلع بعشرين سنت بتطلع 18، هاي وفرنا اثنين سنت، وممكن أنزل السعر بدل ما تكون 30 علبة البسي بنزلها إلى 28، لأنه أنا بنزل معناته نزلت السعر على التكلفة، لأنه دائما في عندي 10 زيادة. إذا هذا الأمر بيفيدني كثير، أنا بسيطر على السوق زي ما شفنا قبل شوي بالرسم الدايجرام. Ideal standards، الIdeal standard discussed in study unit 10 هتيجينا بعد ما نخلص 9، sub unit 2 item 3 are associated with the production under optimal condition. شو يعني optimal condition؟ بدك تجيب ستاندرد من البنشمارك اللي في ألمانيا، هذا الستاندرد إذا كان ideal معناته الطائرة، تتذكروا قضية البيرفكشن والماكسيمم والثيوريتيكال والايديال، إنه الطائرة دائما فل والطائرة ما فيش هدر بالفلو بالبنزين وما في شيء هدر بالرواتب وما في شيء كذا وما في شيء كذا، اذا هذا اسمه ايديال. اذا الايديال هذا هو عباره عن شو؟ طبعا حناقشه ليتر اون، associated with the production under optimal condition. optimal condition انه ما فيش توقف بالتصنيع، ما فيش شيء بريك داون، ما فيش شيء اجازات، ما فيش شيء انقطاع كهرباء، ما فيش شيء خلل في التسويق، يعني دائما الطياره مليانه او خط الانتاج دائما، هذه الاوبتيمال طبعا صعب انها تتحقق. CIP اللي هي continuous improvement process efforts can lead to incremental improvement over time or a breakthrough improvement at all at once. اذا دائما تؤدي الى زياده تحسن اول باول، incremental يعني اول باول، improvement over time مع الزمن دائما نتحسن بالتكاليف ومنحسن بالكواليتي ومنحسن بالتوفير بالصفقات من اشتري المواد الخام من جنوب افريقيا بتكاليف اقل، وانا ابحث دائما نحو التخفيف، والكهرباء بتكون لازم استهلاكها دائما نحسن من انه ما هي الطرق التي تؤدي الى ايه؟ انه التكاليف تبعثنا اقل الى 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 اخره. او يتم تسجيل اختراق بريك ثرو امبروفمنت اول ات وانس، ممكن مره من المرات زي ما صار بأبل انه والله طلعوا اسلوب التاتشز بالاجهزه، تاتشز بالاجهزه هذا يعتبر بريك ثرو. فهي القصد انه دائما في كونتينوس امبروفمنت بروسيس، لكن احيانا احيانا بصير عندنا بريك ثرو
لكن قبليها بكون في عندنا incremental، دائما في تحسن، لكن قد تصل الى الامور انه والله في اكتشفنا شغله معينه مش جايه على بال حدا، زي ما هي اساليب التاتشز في الاجهزه الذكيه. Delivery customer valued processes are constantly evaluated on improved in light of their efficiency, effectiveness and flexibility. هلا الدليفري للكاستمر، الكاستمر بهمني اني اقدم له دليفري بضاعه معينه، نتائج معينه، خدمات معينه. اوكي؟ are constantly evaluated and improved in light of their efficiency. دائما تقدم البضاعه التي المنتجات او البضاعه او الخدمات للكاستمر تقيم من ثلاث اوجه. efficiency والإفكتيفنس والفلكسيبيليتي. إذا 3 إيز بيسموها إفشنسي، إفكتيفنس أند فلكسيبيليتي، تابعين لموضوع إيه؟ الكونتينوس إمبروفمنت بروسيس. إذا أنت كمان إذا حققت للكاستمر قلت له يعني إحنا المنتج تبعنا إفشنت، يعني ما أنتجناه إفشنتلي، يعني التكاليف تبعتنا أقل ما يمكن، وكمان بتحقق لك الهدف اللي أنت أنتجنا المنتج مشان تحقيق الهدف، يعني شو؟ يعني الطعم. يعني البيبسي شو استفدنا انه والله اخذ البيبسي ولقى انه ما له طعم زي ما بده هو. اوكي، احنا طلعنا علبه البيبسي وتكاليفها مناسبه ووفرنا فلوس وكذا، بس ما تكون ان افكتيف الماده، المنتج مش يكون ان افكتيف. البيبسي لازم يكون افكتيف بالنسبه من وجهه نظر الكاستمر، يعني الطعم رائع بالنسبه له، هذا اسمه افكتيف. اند فلكسيبيليتي، الفلكسيبيليتي تعني، خلينا نجيها بعد شوي، الفلكسيبيليتي تعني هناك مرونة بين، يعني معناته ممكن واحد، أعطيك مثال مشان قضية الفلكسيبيليتي. إذا عندنا شركة بدها تودي سايق سيارة يجيب شغلة من مكان معين بعيد 80 كيلو عن موقع الشركة، 80 كيلو يعني بده يسوق السيارة، بده يروح ويرجع بتكاليف شو؟ يعني المفروض يصرف أقل كمية من البنزين، أقل كمية من البنزين، صح؟ يعني هذه هي المحروقات اللي بده يصرفها أثناء السيارة عم تمشي. لكن الأمر قد يكون مثلا في منطقة باردة جدا وثلج وجليد ومش حتودي له سيارة صغيرة بمجرد ما ضرب بريك وانها نازلة على الوادي، لا حتودي له سيارة فخمة. إذا شو معناته هون؟ غضضت الطرف عن إيه؟ عن الإفشنسي، لأنه السيارة الضخمة بدها بنزين ضخم، بدها كميه، بده استهلاك، بده كذا، اذا شو معناته هذه قضيه الفلكسيبيليتي، انه مرات انت بتضحي بالافيشنسي في سبيل عيون الافكتيفنس، فبتروح السياره بثقه وبترجع بدون ما تعمل اشكاليات بالطريق، وبتجيب الايش الشغله اللي بدها اياها الشركه على عجل من امرها في خلال ساعه او ساعتين من الزمن. اذا هذا شو؟ المشوار كان ان افيشنت، كلف، لكن شو بدنا إفكتيفنس، بدي إياها خلال ساعة أو ساعتين، إذا هذه الإفكتيفنس. أحيانا بنقول أوكي ما بهمنيش معك يومين ثلاث، شو معناته بنطلع بسيارة صغيرة كذا مش عارف شو تكاليفها، ما تطلعش ربع تكاليف السيارة الضخمة. إذا تعتمد على قضية أنه أنت يجب أن توازن، يجب أن تكون تعمل مرونة بين الإفيشنسي والإفكتيفنس. هذه النقطة الضرورية في هكذا موضوع. طبعا هذا كله الكلام مشان مين؟ شوف delivery customer valued، طبعا بالنهاية الكاستمر بده المنتج وهو اللي بنعمل له satisfaction. إذا processes are constantly evaluated and improved in light of their efficiency، دائما بدنا نظل نقيم المنتج تبعنا ونطلع على الافيشنسي والافكتيفنس. الافكتيفنس يعني الكاستمر مبسوط مننا مثلا اذا بدنا نوصل له البضاعه بالمكان المحدد. خلينا نرجع لقضيه الكاستمر، بنوصل لك البضاعه خلال ساعتين والدنيا برد، اوكي؟ لا بدناش الان نروح ونرجع، لا بدنا نوصل لك، اذا بدنا نودي له سياره بدي اغض الطرف عن شويه افيشنسي، يا مش مهم، لانه انا بدي اكون صادق مع الكاستمر. إذا هون وي ار افكتيف لأنه وعدت الكاستمر وبعد ما الدليفري بوقت المحدد للكاستمر. أوكي؟
بس على حساب الإفيشنسي. أما ذا الكستمر بده خلال يومين ثلاث بنفس القصة بفكر بالإفيشنسي وبقول يلا أوكي، يعني بينه وبينك معناته أنا بصير أفكر يلا خلنا نوفر فلوس من هالمشوار، لأنه ما في شيء بيضغطنا على قضية الديليفري إذا كان بينه وبين الكستمر اتفاق أنه يعني يجيبها خلال يومين أو ثلاثة. بنختار الوقت المناسب والسيارة المناسبة ونوفر إيش التكاليف المناسبة في هكذا مشوار. إذا هاي الفكرة تبعت إيه الإفيشنسي إفكتيفنس and flexibility. طيب كايزن كلمة is the Japanese word، كلمة يابانية for the continuous pursuit of improvement. شو يعني؟ يعني continuous pursuit of improvement، تحسين مستمر ومستمر، pursuit من أجل الimprovement، يعني in every aspect of organization operation. إذا هذا كلمة يابانية بتقول هذه الكلمة إنه عليك أن تحسن بشكل متتالي بشكل مستمر من أجل إيش؟ من أجل أن تحقق improvement in every aspect of the organization operation، في كل مراحل الإنتاج أو كل مراحل الخدمات تبعت الشركة. For example، على سبيل المثال، a budget prepared on the Kaizen principle projects cost based on future improvement. إذا أنت بتقول البجت معدة، تعد البجت، البجت يعني الموازنة التقديرية للشركة أو الموازنة تبعت الشركة، on the Kaizen principle projects cost based on future improvement، تتوقع التكاليف بناء على تحسينات مستقبلية. نفترض، خلنا نقرب الموضوع، إنه والله بدنا نصنع طقم كنب سعر بيعه $200 وبدنا نربح فيه 40، بضل تكلفته 160. إذا الآن بناء على هذا الكلام، الآن مش ما بنصنع، بس بدنا نصنع، الإدارة بتقول بدي أصنع، لأنه في شرائح من المجتمع بدها طقم كنب أو مورس أو كذا، بدها إياه 200، يشترون 200، بيقدروا يدفعوا 200، بدي أربح 40 معناته بتكلفني 160. لا بقدر أجيب خشب زان ولا غيره، وإنما بدي أدور. إذا الآن بنصير ندور من أجل future improvements، إنه والله بدنا ندور على مواد خام بحيث إنه طريقة لصناعة هذا الطقم من أجل إنه يطلع معانا $160 وبعدين أربح الـ40 ولاقي إقبال على هذا المنتج. إذا هذه بسموها إنك أنت بتجيب الفكرة وبعدين تعمل تحسين في المستقبل بعد ما تأتي هذه الفكرة. إذا تضع البجت وبعد ذلك تفكر كيف تأتي بالمنافع اللي هي future improvements اللي هي تحسين. فبصير تحسن في الأرجل تبع الكلام، القماش، نوع القماش، التحمل، الزنبركات، المش عارف شو إلى آخره. The possibility of such improvements much must be determined. إذا هذه البوسيبيليتي تبعت الامبروفمنت تبع طقم الكنب اللي حكينا عنه، الإدارة حكت عنه، determined and the cost of implementation and the saving therefore must be estimated. And the saving therefore must be estimated. إذا تحدد اوكي البوسيبيليتي للامبروفمنت تحدد سلفا، اند ذا كوست اوف امبلمنتيشن قديش بتكلف مشان ننجز طقم الكنب، اند ذا سيفنج ذيرفور ماست بي استيميتد. وبالتالي طقم الكنب يكلف الان $400 او $400، الان صار يكلف $200، اذا في عندنا سيفنج من هالموضوع وبنبيع وبنلاقي، وفي عندنا شرائح لازم تهمنا الشرائح، لانه انا مش بدي ابيع لناس بتوع ال 500 و600 دينار، كمان بدي ابيع لبتوع ال 200. لذلك تشوفوا السيارات الصغيره هاي اللي قاعده بتطلع وكذا وتوك توك ومش عارف شو، في اي بعض الاماكن التي يضطر اصحابها انهم يستخدموها لانه بتستاهلش الامور يكون عندهم سياره، بدهم ينقلوا شغله من مكان الى مكان، هكذا هي الامور. طيب Key features of Kaizen include the following. ما هي الملامح الرئيسية لكايزن؟ الكلمة اليابانية والفكرة اليابانية تبعت التصنيع. أولا improvement are based on many small changes. بدك تعمل تعديلات كثيرة بالكنب، خلينا بالكنب. Rather than radical changes. ما تكيش تخترع كنب غير شكل على الكهرباء. لا. تعديلات أول بأول. That might arise from research and development. بدك تدور تقول للشباب تبعين النجارة والهندسة ومش عارف شو، دوروا لي على نوع من أنواع الخشب الذي يؤدي إلى هذه المهمة. إذا شو معناته؟ بدهم يعملوا شوية research and development، شوفوا الخشب بتحمل، مش مجرد الواحد قاعد عليه وأنه مكسور. أوكي؟ طيب. Ideas come from workers themselves. للعمال، قولوا لهم بالله طلعوا لي فكرة، أعطوني فكرة. إذا الأيدياز تأتي من العمال. ما في شغلة واحد نجيبه من برا مخترع زي ستيف جوب ولا بيل جيت ولا مش عارف مين، لا، من العمال نفسهم، workers themselves. So they are less likely to be radically different.
السلايك يعني العمال ما بيجوا لك شغله ما شاء الله مش على البان لا من اللي بتعلموه عم بيجيبوا لك وبيحسنوا لك وبدنا نعمل خشب بالطريقه هذه وبدنا نعمل كذا ونعمل كذا وهذه بنشوفها من خلال صناعه الايش الاطقم تبعت الكنب رخيصه والغالي والى اخره likely less likely to be radically different and therefore are easier to implement ما في راديكاليه في الانتاج ما في شغله مش على البال ولا على ذهن اول باول وبالتالي easier to implement سهل انك انت تنجز هكذا تطوير على او improvement على منتج اللي هو طقم الكلام small improvements are less likely to require major capital هاي الامبروفمنت بدهاش تجيب ميجر كابيتال وتجيب آلة ضخمة جدا وهي تصلع الخشب من حالها وتزبط وتعمل حديد وشغلة من هالنوع للمقاعد الخشبية هذه اذا شو less likely to require major capital ما بدها major capital investments than major process changes إذن هي بدهاش ميجر كابيتال بس بدها ميجر بروسيس تشينجز يعني عملية تطوير في عمليات التصنيع للكنب هذا اللي بده يطلع 200 دولار يباع بربح 40 دولار وتكلفة 160 دولار The ideas come from talents of existing for workforce هذه الأفكار تأتي من من الذكاء من التولنس التولنس يعني شو المواهب تبعت العمال العمال الحاليين اللي بيشتغلوا بالشركه as opposed to using research بدل ما نعمل research consultants ويجوا ناس مستشارين or equipment any of which could be expensive او تجيب معدات ثقيله يعني برضو investments وتكون expensive ما بدنا هذول بدنا بس عملية تكون من الأذكياء الشباب الأذكياء بالشركة هم يعطونا اقتراحات وكذا ونحسن الوضع هاي فكرة مين كيزن الياباني All employees كل الموظفين including management بما فيها الإدارة تبعت الشركة should continually seek ways to improve their own performance seek ways to improve their own performance كل العمال كل العاملين بما فيهم الإدارة لازم بشكل مستمر يبحثوا او يكون هدفهم سيك يعني يبحث عن امر معين ways to improve their own performance ليحسن الاداء تبعه المدراء بدهم يقترحوا والموظفين بدهم ينفذوا وكل واحد مطلوب منه دور بالشركه وبليز الشركه الكم وبليز انتوا لازم يكون ولا كل الشركه وبالتالي بدنا منكم نتائج محترمه حسب مستوى الاداره وحسب مستوى وعلى مستوى الموظفين Workers are encouraged to take ownership of their work. شو يعني يا عمي اللي بيقترح اقتراح معين ومناسب بنعطيه مكافأة أو هذا الاقتراح هذا الاختراع بيكون له ownership. أنت بتصير مالك ذلك الاختراع فكرة and أو تلك الفكرة and can help reinforce teamwork. شو معناته؟ كان هذه العملية إنه بنعمل يعني بمعنى تعاونوا مع بعض. تعاونوا مع بعض يعني هلا انا ولدي صغير طقطق على الباب وقطع علي التسجيل طلعت عليهم قلت لهم لا الاولاد مع بعض بيلعبوا شغله لعبه معينه قلت لهم بدكم تتعاونوا مع بعض التعاون ضروري نفس الكلام المدير بده يقول لموظفي الشركه بدكم تتعاونوا مع بعض وتعملوا تيم وورك thereby improving work motivation worker motivation شو يعني worker motivation كمان انه في عندك حوافز يعني اذا بتنتج اذا بتزيد الادد فاليو تبعت الشركه بالمنتجات اللي احنا نشتغل عليها الكلام هذا انت لك كمان مكافاه او تحفز او يدفع لك راتب او كذا او هيك شيء طيب the key features of Kaizen هذه Kaizen the key features are the more tactical elements of CIP شو يعني تاكتيكال؟ يعني امور تكتيكيه خلال لها علاقه بس مش استراتيجيه مش لونج تيرم اوبجيكتيف تاكتيكال اوبريشنال خلينا نسميها اوبريشنال تشغيليه اوكي؟ ذا مور استراتيجيك اليمنتس انكلود ديسايدنج هاو تو انكريز ذا فاليو اوف ذا ديليفري بروسيس اوتبوت تو ذا كاستمر افكتيفنس افكتيفنس اند هاو ماتش فليكسيبل از فاليوبل ان ذا بروسيس تو ميتينج تشينجينج نيدز إذا هذه الفكرة أو كانوا بقول لك يعني ختام هذا الموضوع تبع الكيزن are the more material more tactical elements إذا لها علاقة بالأوبريشنال لها علاقة بالتكتيكس خلال السنة لتنفيذ أهداف معينة اللي هي أهداف السنة طبعا السي أي بي هيها السي أي بي continuous improvement أكيد بدنا نعمل عملية تحسين يعني الكيزن تعتمد على السي أي بي إنه بدك تظلك تعمل عمليات تحسين the more strategic
elements include decide how to increase the value of the delivery. إذا بالنهاية strategically احنا بدنا نقنع الشباب يا عم انتم بتشتغلوا على على طريقه اوبريشنال ولا تاكتيكال مشان انتم تزيدوا القيمه. القيمه لمين؟ للكستمر، وبالتالي ننجح استراتيجيا بجذب كستمرز اكثر، وانه الشركه تعيش اكثر، وانه الشركه تربح اكثر، وانه الشركه تحقق شهره اكبر وتكسب من السوق اكثر الى اخره. ها اوتبوت تو كستمر. ليه؟ لانه الكستمر انا بدي اياه. الكاستمر معناته اذا اعطيته المنتج اللي هو بدي اياه ورضي منه الكاستمر معناته وي ار افكتيف، يعني هذه اسمها افكتيفنس. طبعا الكاستمر ما لهوش علاقه بالافشنسي، انت بدك تطلع الافشنسي عندك جوا، بس الافكتيفنس تعني انه الكاستمر بده ثلاجه وصفة 2 3 4 1 2 3 4 5، اذا وصلوا 1 2 3 4 5 معناته انا كنت فيري افكتيف، حققت اللي بده اياه الكاستمر. اند هاو ماتش فليكسيبيليتي is valuable in the process to meet changes needs or changing needs. حكيناها قبل شوي flexibility، انه اوكي ثلاجة بده 1 2 3 4، معناته بده high quality، معناته انا بدي ارفع بمستوى التكاليف شوي، يعني بدي اضغط على حالي واكون inefficient شوي. طبعا الافشنسي مش معناته تضيع تكاليف، لا قصدي اني بزيد التكاليف شوي، بمعنى انه اتغاضى عن الحد الادنى للتكاليف التي يجب، لانه مرات التكاليف بتزيدها مشان تعمل كواليتي كويسه. فاذا معناته شو؟ تو ميت تشينجينج نيدز، التغييرات اللي طلبها الكاستمر. قال لك لا انا بدي ثلاجه يكون طولها كذا وعرضها كذا ومش عارف شو، تطلع بوزه ومش عارف شو كذا، وتعمل فريزر نص الثلاجه لفوق، وهذه كل الامور. اذا انا لازم اكون افكتيف، وكمان لازم ايه؟ لازم اني اركز على قضيه الفلكسبيليتي، بمعنى انه لازم اتنازل عن شويه تكاليف. هاي الفلكسبيليتي، لازم اتنازل عن شويه تكاليف، يعني تكاليف حتكون هاي شوي، بس مش معناته لما بتنازل عن شويه تكاليف معناته ان افيشنت، لا انا لازم اكون دائما افيشنت، بس التكاليف هي بالمقصود فيها الفلكسبيليتي اللي حكيناها قبل شويه، انه بمعنى انه لازم تتنازل عن تكاليف تحقيق هدف معين، او اذا في امكانيه انت بتتنازلش عن تكاليف، بتخفف تكاليف اذا كان الافكتيفنس مش ملهاش علاقة بالزمن أو ملهاش علاقة كذا. لذلك بتشوفوا بمنتجات صينية تعطي هدف معين لكنها رخيصة، وفي منتجات أكثر بتاعت الكواليتي بتكون إيش، إذا معناته تكاليف هذه الممتازة أغلى، وتكاليف يعني زي ما بيقولوا بعض المنتجات الصينية اللي بتروح على الدول الغربية تختلف عن المنتجات الصينية اللي بتروح على دول العالم الثالث. طيب إذا هاي قضية الفلكسيبيليتي والإفيشنسي والإفكتيفنس. طيب برضو ان اكتيفيتي اناليسيس، تحليل الاكتيفيتي، اي اكتيفيتي في نشاط، ديتيرماين ذات وات ات از دن، وات از دن، ماذا يفعل بالمرحله الاولى، باي هوم، من الذي يفعل ذلك النشاط، ات وات كوست، ما هي التكاليف، ان تايم، بالزمن، اند اذر ريسورسز، مش بس الريسورسز، مش بس زمن، مش بس ليبر، مش بس الزمن، مش بس الماتيريال، مش بس الاوفر هيد، بالفاريبل والفيكس الى اخره، اند ذا فاليو ادد باي ايتش اكتيفيتي. اذا في فاليو ادد ولا لا؟ اذا في فاليو ادد اهلا وسهلا، ما في فاليو ادد فكنا منها بلا منها. اوكي هاي الفاليو ادد، اشوف هاي كل اللف والدوران هون مشان هاي، هاي الفاليو ادد والباقي كله لازم يتخفض، اذا بتقدر تخفضه او بتقدر تعمل له اليمينيشن. الفاليو ادد اكتيفيتي از نيسيسري تو ريمين ان بزنس، شو يعني؟ بدك تطلع بيبسي بده يكون لون ممتاز، بده يكون طعم ممتاز، بده يكون حجم ممتاز، الماتيريال تكون نقيه. اذا هي to remain in the business. For example, a manufacturer would deem to be the conversion of raw material into saleable products a value added. هلا تقدر تطلع علبة بيبسي بدون ما تصرف حديد، إذا الحديد هذا value added. تقدر تطلع علبة بيبسي بيكون ما في عندك ليبر، الليبر value added. تقدر تطلع علبة بيبسي بدون ما يكون في عندك مي، المي value added. بدون خلطة، الخلطة value added. بدون paint، البينت value added. الدهان يعني. اوكي اذا الفاليو ادد هي عباره التكاليف الضروريه، لاحظوا تتذكروا الفاليو ادد اللي هي كونفرجن كوست، كونفرجن كوست، الكونفرجن كوست بندخلها على الرو ماتيريال، اذا الرو ماتيريال فاليو ادد، والكونفرجن كلياتها الدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد كلياتها مشان ايش؟ مشان تطلع عندنا
انتو سيلبل برودكتس، بضاعه قابله للبيع، مش بضاعه مش قابله للبيع. تطلع البيبسي بلتان بلا لون من برا، تطلع علبه البيبسي بيضاء، مين بده يشتريها؟ اذا لازم تكون سيلبل برودكت. such an activity may be mandated. شو يعني الاكتيفيتي؟ تقرر من قبل اداره الشركه اكوردنج للمواصف، المواصفات تبعت الدوله اللي هي ريجوليترز. اوكي، mandated اي ريجوليتري ريكويرمنتس. مثلا الجوال بتاع ال 20 دينار بحكي وبسمع وفي بطاريه بشحن وبضرب جرس، هذا الجوال. اذا هذا بسموها مانديتد الجوال، اور ديسكريشنري، او الجوال تبع الايفون ولا السامسونج ولا هواوي ولا كذا. اذا ديسكريشنري يعني بمعنى كل شركه لها بعد ذلك بتوصف، بتحط لك المواصفات تبعت المانديتد، بقول لك انا حر بدي اطلع جوال بالشكل الفلاني وكفاءته كذا وكفاءته كذا. يا عمي بقول لك انا في عندي زباين وعملت ريسيرش عند الكاستمرز وبالتالي بطلع هكذا منتجات. اذا هاي بسموها خاضعه للتقدير. للتقدير لمين؟ للاداره، بدها تتفنن وتطلع منتجات مختلفه عن المنتجات تبعت ال 20 دينار. The later produces اللي هي discretionary some changes and not otherwise achievable that enables other activity to occur. إذا بالله عليك هلا الجوال تبع ال 20 دينار هذا كم مرحلة؟ نفترض 20 مرحلة حتى يطلع الجوال. الجوال تبع ال 600 دينار مثلا أو 500 دينار أو ال 400 دولار أو whatever المبلغ is أو ال 2000 جنيه أو كذا، هذا كم مرحلة؟ بتلاقي بجوز فيه 100 مرحلة، 100 مرحلة. إذا شوف other activities to occur، اذا في شيء بده activities اخرى حسب الديسكريشنري تبعه، حسب المواصفات تبعت المنتج. اوكي، الفاليو ادد كوست از انكر تو بيرفورم ا فاليو ادد اكتيفيتي، التكاليف الضروريه لهذا المنتج التي تضيف قيمه يجب ان تكون لها تو بيرفورم ا فاليو ادد اكتيفيتي. بدك تكون مراحل، اذا بنمرر الجوال بمراحل مختلفه مش موجوده بالمانديتد، بصير عندك جوال غير شكل بطلع، والناس بصيروا يطلبوه بالامازون وبالبريد وبالدي اتش ال وكذا اذا مش موجود عندهم، او بصفوا زي ما كانوا يعملوا قبل ما ينزل تنزل النسخه، بناموا باب المحلات حتى يستلموا هكذا نسخه. اوكي، most types of direct labor would be considered value added cost. طبعا الدايركت ليبر بقول هنا بقول انا مش لا اؤكد لا اؤيد، وانما معظم انواع الدايركت ليبر، الدايركت ليبر صح؟ الدايركت ليبر يعتبر فاليو ادد، لانه اكيد الدايركت ليبر هو من الكونفرجن كوست الذي يحول الماتيريال الى اوتبوت. فاليو ادد كوست، بيكوز ذا كوست ار بينج انكارد تو دايركتلي برودوس ذا برودكت. اذا هذه التكاليف حدثت لانه اكيد الليبر هو الاساس في عمليه التشغيل، هو صاحب الفكر وهو صاحب الايمج وصاحب الاختراع وصاحب الانوفيشن وصاحب البريك ثرو وصاحب اللي هي الستبس وكذا وطيفر. اذا هو تكاليفه تعتبر فاليو ادد على مين؟ على المنتج. النون فاليو ادد اكتيفيتي از انسيسري اند شود بي اليمينيتد، اي شيء ما هوش ضروري لا هالمنتج ما ضاف قيمه يعني لا ما لازم ينشطب، لازم تو بي اليمينيتد. ذا اكت اوف جنريتنج نون سيلبل فاينل برودكت، اذا عملت منتج لا يباع غير قابل للبيع شو معناته؟ از نون فاليو ادد اكتيفيتي، اذا الاكتيفيتي هذه نون فاليو وبالتالي الكوست اللي فيها برضه نون فاليو ادد. الاكتيفيتي اذا ما بتضيف قيمه شيلها وشيل التكاليف تبعتها احذفها. An example of a non-value added activity is where an example of non-value added activity is where inventory has to be removed. Moved. Non-value added activity قال والله نقلناها من المصنع اللي بالمكان الفلاني الى المصنع بالمكان، يا عمي شو دخل الكاستمر بهالموضوع؟ اذا to be moved long distances من مكان لمكان، شو دخل الكاستمر بيها؟ تقول والله نقلنا لك اياها from one work station to another، او في مصنع في مدينه والجزء الثاني من المصنع في مدينه اخرى، قال والله احنا عندنا مصنعين، الجزء الاول بنصنع في كذا والجزء الثاني. يا عمي شو بدي الكاستمر بهالكلام هذا؟ فكنا من هالسلافه. اذا بمعنى شو؟ بمعنى هذا كله يعتبر نون فاليو ادد، from work station to another in production process، هذه كلها تعتبر نون فاليو ادد. Similarly, inventory that has to wait in the line before being processed is a waste. شو يعني؟ والله الانفنتوري قعد ساعتين وثلاث واربع وخمس وست وسبعة وسنة ويوم ويومين بنتظر الدور حتى يدخل في عملية الانتاج وكلفنا فلوس.
هذه نون فاليو ادد. ما شو دخل الكاستمر تقول والله بدي اضيف عليه قيمه ما في شركه ثانيه بتضيف قيمه الانفنتوري هذه. اذا هذه مشكلتك انت. اذا هذه نون فاليو ادد ات از ويست. هذه ويست ما هيش فاليو ادد. This is why just in time inventory system have proved popular. لهذا السبب ال just in time inventory system صارت مشهورة ومعظم الناس بيشتغلوا عليها لأنها بتحسب بالقدر وبتجيب المنتج بالقدر وبتجيب الماتيريال بالقدر وبتحسب من فيز 1 لفيز 2 بالقدر وهكذا. إذا ما في inventory in between أو على الأقل بتتعامل مع very low inventory. Just in time eliminates much of the waste in a production process. Eliminates much of the waste in a production process. شو يعني بالجست ان تايم؟ في ويست كثير بتشيله. بدك ترجع للجزئيه تبعت الجست ان تايم. اذا نعم الجست ان تايم بيطلع باقل التكاليف وشالوا الانفنتوري. بتتذكروا قضيه انه الديبارتمنت 1 ديبارتمنت 2 ديبارتمنت 3 كله كلام فاضي. صاروا يحطوا الالات حول شخص واحد او اثنين بيشتغلوا كل الشغل تبع اللي كانوا بيشتغلوا مدراء ومش عارف شو تكاليف وليبر وما لهاش لزوم. non-value added cost is caused by non-value added activity. نعم التكاليف التي لها علاقة بالمرحلة الإنتاجية التي لا تضيف value يا عمي خلصنا منها ما لهاش لزوم. لا inventory ولا نقل ولا transportation ولا waiting or inefficient performance of value added activity. أو value added activity عملت inefficient. يعني شو؟ يعني بدل 50 جرام عملت 60 جرام. يعني 6 ل 10 جرام هذول ما لهمش لزوم. هذول الفاليو ادد ما تحسبهم مش ما تحملهمش على الكاستمر على المنتج. ما تحملهم على المنتج تقول له والله كلفني كذا وبدي منك كذا. هيقول لك يا حبيبي غيرك بروح على غيرك بشتري منه مش ضايف العشره بنتج على الافيشنسي. The cost of raw materials and direct labor expended on a product that fail inspection would be considered non-value added cost. Cost of raw material and direct labor expended on a product that failed. انتجنا منتج والمنتج فشل. هذا كله نون فاليو ادد. كل التكاليف ماتيريال وليبر وكهرباء وغيره. انتجنا سياره، السياره فشلت بالاختبار. انتجنا جوال، جوال فشل. انتجنا 1000 قطعه بيبسي، 10 منهم خربانين، ال10 هذول نون فاليو ادد. اوكي؟ Thus managing the causes of cost results in elimination of unnecessary activity. إذا إدارة أسباب حصول التكاليف وحدوث التكاليف الانكرنس تبع التكاليف شو تنتج منها شطب بعض الاكتيفيتيز الانسيسري as well as a greater efficiency of activities. شو معناته إذا شطبنا بعض الاكتيفيتيز وبالتالي معناته we are producing efficiently. معناته يعني شو معناته؟ يعني انا لما بشطب بعض الاكتيفيتيز اللي ما لهاش لزوم معناته بحملش المنتج التكاليف اللي ما لهاش لزوم. اذا بحمل المنتج بالتكاليف اللي لها لزوم معناته بحمله بالافيشنسي بالتكاليف. يعني we are producing the product efficiently. اما اذا عندك تكاليف اخرى هي مشكلتك، روح دور عليها، ابحث عنها، جيب مستشارين كذا، قلل منها لانه عندك بنش مارك. ورحت المانيا وشفت قديش العلبه لازم تاخذ منها كذا تكاليف. طيب financial and non-financial measures of activity performance. شو يعني financial and non-financial measures؟ المقاييس الماليه والغير ماليه of activity performance للاداء تبع الانشطه address efficiency quality and time. خلينا افرجيكم من خلال هذه الفاينانشال اند نون فاينانشال. عندي على السريع فاينانشال ماجرز. ما هي ترانسبورتيشن كوست تعتبر فاينانشال ماجرز، انفنتوري هولدنج كوست ماجرز فاينانشال، ريفينيو كوست فروم جود سولد فاينانشال فلوس، كوست اوف رو ماتيريال فلوس، كوست اوف اكسبايرد بيريشبل جودز بضاعه خربانه فلوس، كوست اوف كذا فلوس. هذه الفاينانشال. هاي common of financial measures الريفينيو جروث والماركت شير والمارجن. شو هذه كلها فاينانشال. شوف عندي هنا الفاينانشال ماجرز اللي كوست اوف تو بيرتشز مانيفاكتشر اند ديستريبيوت فاينانشال، كوست اوف ويست ريتينز اوبسوليسنس فاينانشال، برودكتيفيتي فاينانشال. شوف هاي فاينانشال، هاي نون فاينانشال، التايم والكواليتي والفلكسبيليتي. شايفينها تايم كواليتي فلكسبيليتي هاي نون فاينانشال. بس للمرور
تمام. نون فاينانشال شو كمان هون بقول؟ سبلاي تشين ليد تايم، التايم، التايم ليد تايم، تمام. ستوك اوت ريت شو يعني؟ ما عندناش مخازن، هذه كل سوء اداره، هذه نون فاينانشال. هنا باك رود ار اي ليفل، profitability of an of on time delivery. On time delivery شو يعني on time delivery؟ يعني انت بتودي على على ال, على الكاستمر بالوقت المحدد. هذه شو تعتبر هون؟ ها non financial. شوف هاي الفاينانشال non financial non financial اللي بسموها البالانس سكور كارد، حنجيها ليترون، بس هي فاينانشال يعني شو؟ الكم ستيتمنت والبالانس شيت وكذا وشغلات من هالنوع. الكاستمر اوبجكتيفز ميجر تارجت انيشيتيف كاستمر وتعاملك معه نون فاينانشال. الانترنال بزنس بروسيس التطوير الداخلي نون فاينانشال. الليرنينج اند جروث بس بنعكس فاينانشال، المهم هذا نون فاينانشال. شوف عندي هنا فاينانشال اند نون فاينانشال، الفاينانشال والكاستمر والانترنال بروسيس والليرنينج اند جروث. شوف عندي الليرنينج اند جروث شو يؤدي الى انترنال بروسيس، شو يؤدي الى كاستمر، شو يؤدي الى فاينانشال. بمعنى انه اي شيء لاول وهله يعتبر نون فاينانشال لكن بالنهايه له اثر على الفاينانشال. فبدك تضحي بالفاينانشال مؤقتا مثلا مشان ايش؟ الليرنينج اند جروث، يعني تودي الموظفين دورات وتجيب وخلهم يجيبوا خبره وكذا وعلم ومش عارف شو. انترنال بزنس بروسيس بدك تطور العمليات الداخليه في المصنع، هذه بتكلفك فلوس، بدك تضغط على جانب الفاينانشال يعني تصرف فلوس، يعني نت انكم مش حيظل زي بخير النت انكم تبعك، لكن على اللونج ران بصير تجيب ايش؟ نت انكم. اذا هذه فكره ايه؟ فكره الفاينانشال نون فاينانشال. اذا ميجرز اوف اكتيفيتي بيرفورمانس ادريس افشنسي كواليتي اند تايم، مرت علينا قبل شوي هاي افشنسي كواليتي اند تايم مهمه جدا. طيب ذا بيربوس از تو اسيس هاو ويل اكتيفيتيز ميت كاستمر ديماندز، شو يعني العمليه كلها الهدف تبعها انه انا قديش كيف بدي اواجه او البي الطلب تبع الكاستمر. ها اكتيفيتيز ميت كاستمر ديماندز to satisfy customer needs and wants activities should be efficient. مشان تقول والله ما كلفتنيش 10 بتكلفك هي 8، لازم تكون efficient، ما تكلفش 2 زياده، ما تحس مش حي الله مراحل ما لهاش لزوم، مخازن transportation الى اخره. اوكي اذا need and wants حاجاته ورغباته، activity should be efficient favorable input تو اوتبوت. يعني علبة البيبسي تاخذ 50 جرام، 50 بتطلع بالمانيا علبة بيبسي، اما عندك 60 غلط. اذا فيفربل معناته 50 لعلبة بيبسي، عندك ما شاء الله 60 مش مسؤولية الكاستمر، الكاستمر بيقول لك انا بدفع على 50 بس زي المانيا. So that customers are willing to pay the prices charged. شو يعني؟ بيقول لك حبيبي حملني علبة بيبسي 50 جرام، حملني 250 ملي مية نقية، حملني الخلطه تبعت البيبسي، حملني اللون تبع البيبسي زي المانيا البنش مارك، لا تحملنيش شيء ثاني، ما تقوليش والله بتكلف اكثر، اذا انا بتعامل معك افيشنتلي بدفع لك على الافيشنت الضروري، المصاريف الضروريه، التكاليف الضروريه. اذا تو بي ذا برايس تشارجد. طيب اكتيفيتيز شود برودوس ديفكت فري، طبعا ما تطلع لي منتجات خربانه وتقول لي والله عليك يا كاستمر، المنتجات لازم تكون ديفكت فري ما فيهاش عطب او خلل. output high quality high quality هيا قلناها هون quality efficiency and time and that output should be produced in a timely manner. شو يعني timely manner؟ ما تجيش باخر الدنيا وتطلع للمنتج وكل الشركات المنافسه طلعت المنتج اللي زيك وبالتالي مالكيش بالسوق، راح السوق تقاسمته الشركات الاخرى، اذا لازم تطلع on timely manner. ها ما with less resource usage and response to customer requirements بأقل التكاليف resources labor وماتيريال واوفرهيد بكل انواعها، وكمان الريسبونس تو كاستمر وبدك تقول للكاستمر اوامرك شو بدك تفضل. ها requirements حسب المتطلبات تبعته. اذا النقاط هذول ضروريات efficiency quality and time. The selection of value-added activities. شو الفاليو؟ صارت قصة. بكل مكان عم بتمر value-added. In each place of the value chain reflects. Each place يعني شو المرحلة؟ أي مكان. Phase 1, Phase 2, Phase 3. المكان اللي بتمر فيه المنتجات حتى تطلع معانا. Reflects the firm determination of its competitive advantage. إذا أنت ركزت على value-added بتعطيك competitive advantage. تكاليف أقل، كواليتي عالية.
فليكسيبيليتي الافكتيفنس الى اخره. الافكتيفنس تبعت الكاستمر شو بده بتعطيه، هذه بتعطيك ميزه افضل من الشركات الاخرى، كومبيتيتيف ادفانتج اند اتس تشويسز اوف كومبيتيتيف استراتيجي. وهذه طبعا الشركه بتكون اختارت بالبدايه انه الكومبيتيتيف استراتيجي تبعتنا بدنا ننتج منتج يكون رقم واحد بين المنتجات الاخرى وتكاليف قليله وسعر مناسب وكمان نكون فيري افكتيف مع الكاستمر. الكاستمر كيف ما طلب المنتج تقول تفضل اوكي، وتكون بدناش نحكي كثير في الموضوع افيشنت والى اخره، وفي فلكسبيليتي بهالموضوع. فور كليك فلكسبل فور اكزامبل different design strategies require different activities and cost. يعني زي ما قلنا قبل شوي، الجوال ابو 20 دولار الديزاين تبعه مختلف، الجوال ابو 600 دولار يا حبيبي جوال عندك ست يمكن 100 activities مختلفه حتى يطلع معك الجوال بهكذا انتاج او بهكذا تصميم. اوكي different activities and cost. A firm might choose to be the low cost producer. ممكن تختار الشركه تطلع منتج ابو 20 دولار low cost producer of an undifferentiated product، يعني المنتجات كلها زي بعض، ابو ال 20 شو بدك تقول فيه؟ 20 دولار ويمكن ربحان 4 بضل 16 او 5 بضل 15، شو بدك تقول بالمنتج ابو ال 15 دولار؟ ما في فن، ما في فهلوه، ما في diversification، ما في differentiation، ما في تفنن يعني تميزه عن غيره، كله زي بعضه. ها؟ undifferentiated product rather than compete on the basis of superior product quality. بدل ما انك انت تنافس على منتج superior quality الايفون او السامسونج او الهواوي او سميه كما شئت، لاني ما بعمل دعايه لحد وانما هي اللي بتيجي على بالي هكذا اسماء مشان نصل الى عمليه الاقناع للشباب المطلعين على هالماده. One aspect of process analysis is the management of time. مهم جدا اداره الوقت. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Product development time is a crucial factor in the competitive equation. ها. تطوير المنتج والزمن تبع تطوير المنتج هو عبارة عن عامل حاسم crucial factor يعني عامل حاسم in the competitive equation في عملية التنافس. طبعا ادخل بالسوق بالأول، ادخل بسرعة انتج وادخل بسرعة بتأخذ السوق قبل غيرك ما ينتج ويدخل بسرعة، من يسبق أولا. A company that is first in the market with a new product has an obvious advantage. الشركة التي تدخل الماركت بمنتج جديد لها منفعة أو منافع أو فوائد واضحة. Obvious بمعنى واضح، منافع واضحة. اللي بيدخل بالمنتج قبل بيستفيد اكثر من غيره لانه سبق لدخول ذلك السوق. Reducing development time يعني ما تطولش وانت تطور بالمنتج وتيجي باخر الناس تدخل يدخل المنتج تبعك. اذا reducing development time is also important بدك تقصر وقت التطوير تبع المنتج because product life cycle are becoming shorter. طبعا life cycle costing مرينا عليه، خلال سنتين ثلاث بده يكون المنتج طالع وخلص وبعدين بينتهي. الجوالات هلا الجوالات معظمها سنتين ثلاث أربعة. اللي بشوف واحد عنده عندي جوال أنا من 2015 الناس يمكن تستغرب إنه معي. نعم خلص اللايف سايكل يجب أن يكون قصير. إذا برودكت لايف سايكل آر بيكامينج شورتر يجب أن تكون قصيرة. ليه؟ لأنه الجلوبال اللي بسموها الكومبيتيتيف الجلوبال كومبيتيتيف عالية جدا وبالتالي كل واحد يتفنن في إنه ينتج منتج وبالتالي المنتج تبعك بده يكون قديم. إذا بدك تحاول أنت تعمل منتج بسرعة بوقت محدد بوقت قصير إلى آخره. Companies need to respond quickly and flexibly to new technology. هاي التكنولوجيا اللي صارت التاتشز بعد ما كانت نوكيا تشتغل على الكبسات. إذا شو معناته؟ التكنولوجيا طلعت نوكيا من السوق. اشترتها مايكروسوفت. أوكي؟ إذا respond quickly and flexibly to new technology. أي تكنولوجيا جديدة الشركة خلاص بتنسى وبتطور من جديد. بتطور المنتج تبعها حسب التكنولوجيا الجديدة. Changes in consumer tastes. ثقافة البشر. شو بدهم؟ ثقافة، تطور، ثقافة عم تتطور بشكل سريع جدا، إذا المنتج قبل سنتين الآن يعتبر غريب بالسوق. أو قبل خمس سنين. And competitive challenges
التنافس بين الشركات، كل يريد أن يقضي على المنافس الآخر بإنتاج منتج يتميز بتكنولوجيا غير شكل وباتصالات ووسائل وكذا، زي ما احنا شايفين هلا بعالم الجوالات ويمكن السيارات الهايبرد تبعت البنزين والكهرباء والى اخره. بزنس بروسيس ري انجينيرينج، بزنس بروسيس ري انجينيرينج. شوف بزنس بروسيس ري انجينيرينج قبل ما نرجع لها خلينا نشوف شو المعنى تبعها. Is a complete rethinking of how business function are performed to provide value to customers. إذا complete rethinking يعني أنت بتحاول أنت تخلص من الأسلوب التقليدي أو التراديشنال في إنتاج المنتج إلى أسلوب طريقة مختلفة بشكل كبير. Complete rethinking. Okay. That is a radical innovation. زي ما صار بالأبل اخترعت أسلوب التاتشز، هذا اسمه radical innovation instead of mere improvement بطريقة كايزن اليابانية. Instead of نظلك تطور ما كانت نوكيا تطور كل سنة بتطلع لها منتج مع كذا وتطور بس الكبسات، إذا طلعت اللي هي radical innovation تبع الأبل وطلعت نوكيا من هالموضوع of mere improvement. بدهم مش يستمروا بالمير improvement مجرد حتطور، لا بده يعمل ايش بسموه complete rethinking او radical innovation and a disregard for current jobs. ما بتطلع والله الوظائف الحالية والهيراركيز مين مسؤول عن مين، لا يا عمي. and reporting relationship، من يرفع تقرير لمن بالهيراركيز، هذه الامور بتطلعوش عليها. بقول لك complete rethinking او business process re-engineering. technological advances اللي صارت تطور تكنولوجي have increased the popularity of business process re-engineering. تطور التكنولوجي صارت زمان كانت ادارات يمكن المصنع مساحته 10,000 متر، الان صار المصنع يمكن تعمله خلال مساحه ما تزيدش عن 1000 متر. قسم المراحل الآلات كذا إلى آخره، في تطور تكنولوجي عظيم جدا أدى إلى أن القديم ما عاد الناس تشتغل عليه نهائيا بسبب التكنولوجي كالأدفانسز. إذا لازم لازم تعمل بزنس بروسيس ري انجينيرينج. طيب a process is how something is accomplished in a firm. شو هي كيف البروسيس، شو هي البروسيس؟ صهر الحديد، تبريد الحديد البيبسي، بعدين ادهان العلبة الحديد، بعدين تعبئتها بالمادة المادة المية والخلطة، بعد ذلك بتغطيها بعدين بتصير علبة بيبسي. إذا هاي البروسيس is how something is accomplished in a firm، كيف تتم عملية إنجاز أو تقديم الخدمة. It is a set of activities، عبارة عن activities متتابعة. Directed toward the same objective. الهدف انه عندك activity صهر، activity تبريد، activity تشكيل shaping، activity دهان، activity filling، activity covering الى اخره، وبعدين packaging. اذا هيا directed toward the same objective. الهدف نطلع علبة بيبسي تباع بسهولة. re-engineering in a process innovation and core process redesign. اذا صار عندنا re-engineering في هالعملية هاي، انه والله البروسيس صارت بنوع مختلف لعلبة البيبسي، بافتراض انه علبة البيبسي صار فيها ري انجينيرينج. ري انجينيرينج دائما احنا نمر على اسلوب الجوالات وصناعة الجوالات. اند كور بزنس بروسيس ري ديزاين. شو معنى كور بزنس ري ديزاين؟ الهدف تبع علبة البيبسي المصنع البيبسي نطلع طعم، بس طعم مي نقي وطعم ولون وكذا ومش عارف. اذا بمعنى شو؟ بمعنى تركيز مصنع البيبسي على هالمادة هاي، ما لهوش علاقة بالاي تي ولا عنده قسم شؤون موظفين بيصرفوا رواتب ولا مش عارف قسم مالية كيف بيطلعوا الشيك ولا كيف بيصرفوا الرواتب ولا. هذه الامور كلها تعتبر ثانوية. اذا هو بيركز على مين؟ على ايه؟ على اللي هي الكور بروسيسز. instead of improving existing procedure، يعني هو بقول بدل ما نظل نحسن بالحالي اللي هو ايش؟ تبعت كايزن، تبعت الامبروفمنت. شو بقول؟ it finds new ways of doing things. هاي البزنس بروسيس، قالوا لقوا طرق جديده في عمل الاشياء. thus re-engineering should be contrasted with the process improvement. Contrasted with the process improvement. إذا الري انجينيرينج تتناقض
مع بروسيس، ما في بروسيس امبروفمنت، في اختراع مش جاي على بالك زي ما صار مع ستيف جوبز في شركه ابل. ما في والله تقريقه تقليديه وظلك حسن وظبط وكذا. اوكي، اذا متضادات مع بعض، البروسيس امبروفمنت متضاد مع البزنس بروسيس ري انجينيرنج، which consist of incremental but constant changes that improve efficiency. Improvement, process improvement هي عبارة عن شو؟ تشمل شو؟ incremental دائما في زيادة، دائما في تحسين، ها؟ but constant وبشكل مستمر changes and improve efficiency، ومنحفز منظبط بالتكاليف، التكاليف دائما تكون أقل، إذا ما في تغيير بالهيكل، بالهيكل الإداري، بالهيكل التنظيمي، بالديزاين تبع المصنع إلى آخره. Accordingly BBR اللي هي Business Process Re-Engineering Techniques eliminate many traditional control، لذلك شالوا كثير من التريديشنال كنترول اللي هي الرقابة التقليدية على المخازن وعلى بعض العمليات الإنتاجية وكذا. They exploit modern technology، وجدوا اكتشفوا تكنولوجيا جديدة to improve productivity لزيادة الإنتاجية and decrease the number of clerical workers، ويقللوا من الشباب اللي بيشتغلوا، الشابات اللي هم clerical workers على مستوى محاسبين وعلى مستوى الشباب وشؤون، كله صار automated. clerical workers او مسؤول مخازن او امين مخازن او كذا. Thus the emphasis is on developing control that are automated، اذا صار التركيز على انك تطور نظام رقابه داخليه على ايه؟ على الاوتوميشن، بمعنى ان الكمبيوتر كله موصل ببعضه، الالات موصله ببعضها، الكمبيوتر مسؤول بالالات، الكمبيوتر بحسب ديبريشيشن. انا عشت الاحداث هذه، وطورنا انظمه ماليه لشركتين سابقتين اشتغلت انا بهم ذات ار اوتوميتد اند سيلف كوركتنج. شو يعني سيلف كوركتنج؟ يعني اذا اخطا، اذا صار خطا النظام نفسه بيطلع لك بيقول لك هذا غلط، مش البشر. يعني دخل قيد محاسبي في الكمبيوتر وقول له والله ديبت كذا وكريدت كذا وغلط بسنت واحد، بقول لك لا تتعادل، يتعادل طرفي القيد، بليز صحح. سيلف كوركتنج اند ريكوير مينيمال هيومن انترفنشن، ما حد يتدخل، الكمبيوتر كله مع بعضه بيطلع نتائج وبتوصل مع بعضه البعض وكذا، والسبلاير واصل مع المانيفاكتشرر، والمانيفاكتشرر واصل مع الكاستمر وكذا، اذا كله من خلال اجهزه الكمبيوتر، وخلينا نسميه اوتوميتد. احنا بنشوف المصانع مرات على التلفزيون انه الالات كلها موصوله مع بعضها، ما فيش عمال الا عدد بسيط، او يمكن بس مشان بعض الامور التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذا ما في مينيمالها، لا يمكن الاستغناء عنها، مينيمال هيومن انترفنشن. The emphasis therefore shifts to monitoring internal control as management can determine when. The emphasis التركيز على therefore shift to monitoring internal control so management can determine when an operation may be out of control and corrective action is needed. إذا أين صار التركيز؟ shift to monitor internal control لرقابه على نظام الرقابه الداخليه. اوكي، سو مانجمنت الاداره تستطيع من خلال الاوتوميشن، ها من خلال الاوتوميشن كان ديتيرماين وين اوبريشن مي بي اوت. ليه؟ لانه في رساله بتيجي من الكمبيوتر بقول لك والله في خلل بالمكان الفلاني، اذا بتبحث وبتدخل خلل بالبنك، بنك ريكانسليشن مش مطابقه، بيعطيك اشاره مؤشر على معين، اذا الكمبيوتر بيعطيك، الاوتوميشن اللي بيعطيك اشاره ان هناك امر ما يحصل، تتدخل الان الايدي البشريه او الاداره. Maybe out of control and corrective action is needed according to minimal human intervention. Most BBR business process re-engineering techniques also assume that humans will be motivated to work actively. البشر طبعا بدهم يشغلوا هذا النظام ويشتغلوا عليه وراقبوا عليه ويشتغلوا فيه ويشغلوا ويعملوا اون ويعملوا كذا ويعملوا تشيك. اوكي، بدك بشر على مستوى هذا السيستم، اذا بدك تحفزهم، ها ورك اكتفلي، بليز اشتغلوا، بدك تزيد رواتبهم، بدك تحسن ظروفهم مشان يتفاعلوا مع هكذا السيستم، باي ان امبروفينج اوبريشن بتحسين الاداء، وين ذي ار فول بارتيسيبنت ان ذا بروسيس. اذا شو معناته؟ لازم تو بي موتيفيتد، تقول له في راتب بدل 2000 بدك تاخذ 4000. اوكي،
وفي كمان لك مكافأة إذا كان عندك الشغل تبعك ممتاز، وإذا كان ما فيش أخطاء، وإذا اكتشفت أن هناك أمر ما يجب أن يتم بالبرمجة تبعت الكمبيوتر أو الأوتوميشن اقتراحات وكذا زي ما قلنا قبل شوي في قضية كيزا. بس لا ما يعني أنه بنشتغل على الامبروفمنت، وإنما أنه برضو الموظفين هذول بدهم تعزيز. وأنا حشت الأحداث هذه، كانوا عم بحروا الموظفين لما بدك تطبق نظام جديد زي بان سيستم طبق لابحة الشركات زمان، هذا الحكي كانوا بحرنوا بيزعلوا بيحضروش بقول لك هذا بده يفنشنا وبده كذا بده حل محلنا ومش عارف شو يلعن ابو النظام على ابو اللي جابه على مش لا يا عمي بتقول له بدك تزيد راتب بتاخذ راتب احسن وبنقلوك من مكان الى مكان اخر اذا انك زياده وكذا دونت وري. هذه الامور يجب ان تؤخذ بالاعتبار اثناء تنفيذ هكذا امر اللي هي بزنس بروسيس ري انجينيرنج. بارت اوف بزنس بروسيس ري انجينيرنج انفولز لوكينج ات بوسيبل الترناتيف، ما هي الخيارات اللي أمامنا and determining the cost of those possible alternatives. الخيارات وما هي تكاليف تلك الخيارات compared to the cost of maintaining the same process. إذن عندنا خيارات، أي الخيارات راح يجب أن نسير بها وما هي أفضلية الخيار الفلاني عن الفلاني الخيار الآخر A عن B و B عن C و C عن D وهكذا، وقديش في saving من تطبيق الخيار A عن B و B نفس الشيء. To do this, the management accountant must determine. هلا بيجي دور المحاسب الإداري اللي هو بيدرس الآن CMA. The cost to re-engineer the process. كم تكلفة re-engineer the process؟ بدها دراسة. بدها feasibility study كمان. زي بدك تعمل دراسة جديدة، بدك دراسة feasibility study إنه ما هي المنافع من تطبيق هكذا نظام business process re-engineering ولا خلينا على النظام القديم. And expected saving، ما هي الوفورات اللي بنقدر نتيجة تطبيق هكذا أمر. إذا في تكاليف وفي saving لأنه في cost benefit بأي مشروع، أي هاي البزنس بروسيس في انجينيرنج في cost benefit. إذا دائما البنفيت لازم تتفوق على الكوست، إلا إذا كان الكوست تتفوق على البنفيت بس على اللونج تيرم في بنفيتس أعلى اللي هي الانتشار والتيرن أون التيرن أوفر هذا اللي هو النت إنكم وكذا. يعني قرارات كلها تعود للإدارة. Some desirable alternative may actually increase total cost. طبعا في خيارات بتزيد التكاليف. For example, more expensive material، بدك تستخدم material اعلى تكلفه، could lead to higher product quality. هذه زي ما قلت قبل شوي، التكاليف اللي بتزيد مش غلط لانه بتعطيك كواليتي احسن، لانه بكيف عليها الكاستمر، مبسوط منها الكاستمر، تعمل له effectiveness quality. While this will increase total cost, it may be necessary to maintain increased market share. نعم بتزيد مبيعاتك، الكاستمر بصير يحكي عن منتجك، شو هالمنتج الرائع، ما بدري انه في تكاليف. نعم في تكاليف، التكاليف اللي بتزيد الكواليتي هذه ما هي تعتبر افشنسي ونط افشنتلي، لا بدك تدرس الموضوع من جديد. اذا برضو بدك ترجع للكوست بنفيت، اكيد في تكاليف، اكيد في هاي كواليتي، اكيد في مور ماركت شير اللي هو الماركت شير تبعك اعلى، اكيد بدك تحسب بادجت، حنيجي للبادجت بالشابتر اللي هو 10 باليونت 10، واكيد بدك تقول والله الاستراتيجيه 5 سنين و10 سنين وكذا، كله بدك تحط ارقامك وتقول ما هي النتائج على اللونج رن على اللونج تيرم. After determining the cost and saving PRB، بعد ما تحدد التكاليف او الموفورات، اوكي البي ار بي اللي هي بزنس بروسيس ري انجينيرنج، ذا كمباني ماست لوك at all of its goals and needs overall to determine if it should invest in the possible alternative. إذن في عندنا business process engineering، بدنا نجيب خط إنتاجي جديد. اوكي ما هي المنافع تبعته والتكاليف تبعته الإضافية وما هي الإفشنسي والكواليتي والكذا، وبدك تروح تقول والله the company must look at all of its goals، ما هي أهدافك؟ هل هذا يحقق الأهداف؟ هل هذا يتناغم مع الأهداف الاستراتيجية تبعتنا لمدة 15 سنين؟ and needs over ال goals وال needs الاهداف والحاجات، شو حاجات؟ بدي ارباح، بدي ال earning per share نسبة الربح لكل سهم من الاسهم، لانه انا موكل السي اي او هذا مدير عام، والمدير العام من مجلس الادارة، مجلس الادارة منتخب من مجلس الجمعية العمومية للمساهمين، والجمعية العمومية البابليك كمباني، البابليك كمباني الاسهم تبعتها يتم تداولها بالسوق المالي، وهذا كله مش استحقاقات يجب ان يعني تحسب حسابها الادارة. To determine if it should invest in possible alternative اللي هي البزنس بروسيس انجينيرنج ولا لا،
طبعا عندنا عدد من الالترناتيفز بدنا ندرسها، اللي هي طبعا تجينا بالبارت الثاني اللي هي شابتر يمكن 8 ولا 9، قضيه ايش؟ قضيه اداره، يعني بمعنى اداره المشاريع او توقعات المشاريع، شو هي التكاليف اللي بندفعها لكل مشروع، والبريوريتيز تبعتنا نحطها لمين، للمشروع اي ولا بي ولا سي ولا دي، وما هي المنافع والبريزنت فاليو والنت بريزنت فاليو والكاش اوت والكاش ان، هذا كله بيجينا بالبارت الثاني. مثال بي ار بي بي ار كوست اوف سيفنج، مثال بسيط جدا. ات كرنتلي تيكس 3 بيبل وركينج فور 10 اورز ايتش، اذا تاخذ ثلاث عمال او ثلاثه من العمال اوكي بيشتغلوا 10 ساعات كل واحد، اتريت اوف 15 بير اور تو برودوس، كل ساعه بتكلف $15 حتى ينتجوا 10 يونتس اوف برودكت بي، 10 يونتس اوف برودكت بي بينتجوا 10 حبات فور $350. ممكن نضرب احنا 3 في 10 30 في 15 مظبوط 450 مشان ننتج 10 حبات من المنتج اي اوكي نقطة. هلا بيجي بقول فور $350، هاي ما لهاش علاقة بالسطر الأول، مش ب 350 ذا كمباني هاز اوبشن ذا اوبشن تو بيرتشوز اي ماشين، بدهم يشتروا آلة ب $350 اي ماشين ذات ويل الاو ذا سيم 3 بيبل تو برودوس، بتسمح للثلاثة عمال هذول ينتجوا ال 10 يونتس، 10 يونتس هذول، لكن برودكت بي ان 5 اورز، يعني بدل ما كان يقعد هنا 10 ساعة بقعد 5 ساعة، هاي الآلة الجديدة. إذا الآن في عندنا وضع قديم وخيار بزنس بروسيس ري انجينيرنج. It currently cost $450. هاي اللي حسبناها قبل شوي، 3 في 10 ب 30 في 15 ب 450 دولار، 3 في 10 في 15 to produce 10 units of product B حتى ننتج ال 10 حبة. If the company purchases the machine، إذا اشترت الآلة، it will cost 225. شو بدنا نعمل؟ هاي التكلفة الجديدة، ثلاثة people في 5 ساعة، هاي ثلاثة people في 5 ساعة ب 15 في 15 225. التكلفة الجديدة لما بنشتري الآلة بتاعت ال 350 بتكلفنا 250، قديش كانت تكلفنا؟ 450. إذا قديش في وفر؟ 450 ناقص 350 بنوفر بيطلع عندي 225. إذا كل ما انتجنا 10 حبات أو اشتغلنا 10 ساعات شو؟ بنوفر 225، تخيل؟ دولار. إذا since this company will continually save 225 every 10 hours the company should probably purchase the machine. إذا كل 10 ساعات بنوفر 225، تستحق الأمور ولا ما بتستحق؟ ما هي كل ثمنها 350، يعني أقل من ما من تكلفة عشرتين من الساعات، 20 ساعة، هاي 350، هون 225 ضرب 2 450 بزيد 100، إذا معناته شو؟ أوكي، وي ويل دو إت، واي نوت؟ إذا هذه الألترنتيف اللي قدامنا مناسبة والسيفنج ممتاز. طيب، هاي التوضيح لهالفكرة. بنش ماركينج، ما قلنا اذر تولز، اذر بروسيس بيرفورمانس تولز. طيب بنش ماركينج، شو معنى البنش ماركينج؟ بدك تروح على المانيا وتقول يا عم المصنع تبعكم بدنا نقتدي فيه، بدنا نشوف حالنا زي حالتكم او نقارن حالنا فيكم. ذا اي ام اي ستيتمنت اون مانجمنت اكاونتنج، الاي ام اي انستيتيوت اوف مانجمنت اكاونت، المعهد الامريكي للمحاسبين الاداريين، SMA statement of management accounting effective benchmarking، بيحكي عن البنشماركينج لما يكون effective issued in July 1995 describes techniques for improving the effectiveness of benchmarking. اذا شو معناته البنشماركينج؟ لازم يكون effectiveness effective اوكي okay. which it is a means of helping companies
helping الشركات اللي بتبحث على البنش ماركينج with productivity management and business process re-engineering. بتروحوا على ألمانيا وبتقول الشركة اللي هناك هذا الأي بنص على هذا الكلام. Benchmarking involves continuously evaluating the practices of best in class. دائما بدك تروح على ايش؟ على البست ان كلاس. بدك تروح وين؟ على البست ان كلاس دائما. وين؟ بالمانيا. او بست ان كلاس اورجانيزيشن اند ادابتنج كمباني بروسيسز تو انكوربوريت ذا بيست اوف ذيس براكتسز. وبعدين تختار عمليات اللي بتصير في المانيا زي مصنع البيبسي تبعنا، المصنع اللي في المانيا، ونختار العمليات اللي نقدر نقارن حالنا في تلك العمليات. The best of these practices. It analyzes, بتحلل, the measures, the key outputs of a business process. شو يعني key outputs؟ يعني المخرجات الرئيسية، قياس للمخرجات الرئيسية، علبة البس بتطلع عندهم. Or function أو وظيفة، وظيفة صهر أو وظيفة تبريد أو وظيفة shaping أو وظيفة filling هكذا. Again the best. شو يعني again the best؟ يعني اللي عندنا مقابل البست عندهم. طيب. And also identify the underlying key actions. ما هي الأفعال الرئيسية. And root causes. شو الـ key actions؟ يعني بمعنى أنه بدنا نقول نتصرف تصرفات معينة لأنه في عندهم إشي مختلف عننا أو إحنا إشي مختلف عنهم، إحنا متأخرين عنهم في كذا وكذا، في activity كذا وكذا وكذا. أوكي. And root causes، ما هي الأسباب الرئيسية أو الأسباب الجذرية that contribute to the performance difference التي قد تكون سببا لذلك الاختلاف بين أنشطتنا وبين أنشطتهم المثيلة. لأنه أكيد مصنع البيبسي زيه زي الألمان، زي الألماني. Benchmarking، شو هي البنشماركينج؟ القياس، إنك تضع حدا تقيس عليه، تشوف حدا. is an ongoing process، بدك ظلك دائما تنسق مع الألمان، مع المصنع تبع البيبسي تبع الألمان، that entails quantitative and qualitative. الذي ايه؟ البنشماركينج بده quantitative، قياسات، كميات، فلوس، فولتج، سكراب، كل هذا يعتبر quantitative and qualitative measurement. شو qualitative measurement؟ انه هناك تجد ان الإدارة عندها sense معين، عندها intuition معين، شطارة معينة، خبرات معينة، كذا معينة، كيف بتصرفوا؟ أنت نفسك بدك تقارن حالك معهم بالكواليتيتيف. الكواليتيتيف سهلة، كواليتيتيف معناته بتقول قديش علبة البس بتطلع، 50 جرام حديد، 250 ملي مي، الخلطة تبعت الكذا، اللون كذا، مش هذه كواليتيتيف كلها محسوبة، قديش كهرباء، قديش فاريبل أوفر هيد، قديش فيكس أوفر هيد، لكن لا في شيء اسمه كواليتيتيف، كيف الإدارة هناك بتتصرف. Of the difference between the company performance of an activity and the performance of the best in the world. ها بطل يقول best in class، صار يقول best in the world. تخيل نفس المعنى طبعا، بس best in class أو best in the world. Best in class which means إنه الكلاس تبعنا الاندستري، يعني بنروح على بيبسي بألمانيا، وbest in the world يعني هو الأفضل بالعالم مشان إحنا نقتدي فيه. The benchmark organization need not be competitor. دير بالك تروح على شركة منافسة موجودة حواليك وتقول بدي اقيس معكم، بودوك في داهيه، بعطوك معلومات مضلله، بعطوك misleading information. لذلك لا تروح على شركات منافسه لانه بيتمنوا لك. انا يوم الايام احد المدراء اللي كان علي مدير، هو مدير عام وانا كنت مدير مالي، قال لي والله جتني الشركه الفلانيه وسالوني عن كذا وكذا وكذا، قال وديتهم ورا الشمس. تخيل، والله العظيم اني صادق، قال وديتهم ورا الشمس، بمعنى غشيتهم، بمعنى وضللتم. ما يجوز تروح على كومبيتيتر. نعم شركتين بتنافسين مع بعض داخل الدولة، كيف بك تأخذ نصيحة من المنافس تبعك؟ لا تأخذ نصيحة منه. طبعا أنا هنا ما أدري فتحت البنشماركينج ولا لا. أي البنشماركينج مراحل بدك تعملها لبنشماركينج، هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة. طبعا هون في عندي determine the scope، وبعدين select targets، مراحل البنشماركينج، conduct research ويوز research وcommunicate وimplement. بس هي افكار لتوضيح فقط، انا بجيبها باقحمها بالموضوع مع انه بتاخذ وقت. The first phase in the benchmarking process is to select and prioritize benchmarking projects. نفس القصة، select
and prioritize. شو بدك انت تختار الشركة، وبعد ذلك تختار ما هي الاكتيفيتي اللي انت بدك تشتغل عليها. طيب، وبعدين تعمل أولوية. طب انا بصنع بيبسي، اروح اعمل بنش ماركينج للشؤون الموظفين ولا للقسم المالي ولا لقسم التوزيع ولا لقسم الانتاج ولا لقسم المشتريات؟ هذول الثلاث المهمان، الكور بزنس. بعمل بنش مارك للانتاج ولا للمشتريات ولا المخازن ولا التوزيع، هذول ضروريات جدا، ما بروح على شؤون الموظفين، ايش بدي فيها؟ هذه بسموها اوت سورسنج، بقدر اجيب ناس من برا يشتغلوا ليها وروحوا مع السلامه بدون تكاليف كثيره. An organization must understand its critical success factors. ما هي الكريتيكال سكسس فاكتورز؟ لازم اي شركه تفهم ما هي الكريتيكال سكسس فاكتورز. كابابل اوف تكنيكال بيرسونال، الشباب، قدراتهم التقنيه، افكتيف ريسك مانجمنت، اداره المخاطر، افكتيف كوميونيكيشن، التواصل، افكتيف بلاننج، تخطيط الفاعل، الكابابل مانجرز، مدراء ما شاء الله، افكتيف كي بي اي، كي بروسيس انديكيتورز، افكتيف كواليتي. طبعا بيجي هذا، بيجي الموضوع في 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 شباتر اخرى، بلاش ندق عليه كثير ونحاول انه احنا يعني نضيع وقت لانه بطول الفيديو. افكتيف كواليتي كنترول، هذه كلياتها شو تعتبر كريتيكال سكسس فاكتورز، كريتيكال سكسس فاكتورز. اذا عوامل النجاح، طلع الانوفيشن مش حاطه، انا حطيتها، الانوفيشن ضروري بقضيه الكريتيكال سكسس فاكتورز. اند بزنس انفايرمنت، لازم الشركه تفهم شو هي الكريتيكال سكسس فاكتورز عندها مع عناصر النجاح. And business environment وظروف البزنس to identify key business process. Key business process العمليات الرئيسية في الشركة. And drivers وما هي الدرايفرز اللي هي بسموها الكوست درايفرز. And to develop parameters defining what process to benchmark. حتى يطلعوا المعايير انه او مقاييس او كذا، parameters يعني مقاييس، بحيث انه احنا وين بدنا نروح نعمل benchmarking في المانيا، اي مرحلة، هل نعمل المشتريات، هل نعمل الانتاج، هل نعمل التوزيع، هل نعمل عن مصنع البيبسي اتكلم. The criteria for selecting what to benchmark. إذا بدك تختار ما هي المراحل الإنتاجية التي تمر فيها بضاعة علبة البيبسي. What to benchmark relate to reasons for existence of the process. هل هي عملية الإنتاج علبة البيبسي، الصهر والحديد وبعدين تبريد وبعدين شيبينج وبعدين مش عارف بينتينج وبعدين فيلينج وبعدين هذه، هل تعتبر إيش اللي بدنا نعمل؟ إيش المنطق إنه بدنا نقارن؟ أوكي؟ And of a process and its importance to the entity mission. نعم. طب انت بتقول رسالتنا بالشركة، رسالتنا أن نقدم المشروبات الغازية اللي هي طعم المش عارف شو، بيبسي وغيره وسفن أب إلى آخره. هل هذه العلبة اللي بنعمل بنش مارك بتحقق الرسالة تبعتنا، يعمل بيع أكثر ومنتشر أكثر؟ ما هو هذه شغلتنا بدها تصير. إذا بدنا نقارن هالأمور هاي مع ألمانيا، أجيب شغلة من ألمانيا تتناسب والموضوع تبعت. الفاليوز، القيم. And strategy والاستراتيجيات لمدة 5 و10 سنين، كيف ألمانيا، كيف المصنع بألمانيا بيعمل استراتيجيات وأنا بحاول أقارن حالي معه. أوكي، القيم، طبعا القيم قد تكون قيم العمل داخل الشركة، وقد تكون القيم اللي هي نتيجة تعاملنا مع الكاستمرز، وقد تكون القيم نتيجة تعاملنا مع السبلايرز. أي شركة يجب أن تكون فيها values، otherwise الشركة حتطلع من السوق. لا، أي إنسان، أي بشر لازم يكون عنده values، قيم يتعامل على أساسها. Okay. These reasons relate to a large part to satisfaction of end users or customers. إذا هذا كله اللفة هذه مشان أروح على ألمانيا واختار الأكتيفيتيز اللي لازم أعمل لها comparison أو بسموها، خلنا نسميها benchmarking هناك. وهذه تحقق للمشن وتحقق للفاليز والاستراتيجيات وكذا. هذه شو؟ بل لازم تعتمد على انه بتحقق كاستمر ساتسفاكشن، اكيد، ما هو انا هدفي الكاستمر ساتسفاكشن، اوكي، اوف اند يوزرز اور كاستمر نيدز. الاند يوزرز اللي هم المستخدمين النهائيين، نفترض بشتغل بآله، الآله سياره بده راكب يركب السياره، بده يسوقها، هذا اند يوزر، يعتبر كاستمر. وكمان مرات الاند يوزر بالبنك، الاند يوزر اللي قاعد على الكاشير بيصرف رواتب للناس وبيصرف حساباتهم وبصرف كاش وباخذ رواتب مبالغ وايداعات، هذا اسمه اند يوزر. اذا هذول كمان لازم نعملهم ساتسفاكشن، اذروايز حيعملوا لنا بهدك لمين للكستمر، والكستمر بعدين يفلت مننا. اذا بالنهايه نعم، في عندنا كستمرز، وكمان بي عندنا اللي هم
حاجاتهم of end users or customers. شوف or customer needs الحاجات تبعت الكاستمرز والاند يوزرز اللي هم المستخدمين النهائيين زي ما قلنا تبعين البنك. The next phase is to organize benchmarking teams. بدك تعمل فريق للبنشماركينج. فريق مشان يعملوا بنشماركينج بدك تجيب من ادارات مختلفه. A team organization is appropriate because لازم ضروري ضروري جدا مهم because it permits an equitable division of labor. تسمح بانه يجي واحد مشتريات واحد انتاج واحد مخازن واحد مبيعات واحد ديستريبيوشن واحد بطيئه ديفيجن اوف ليبر يمثل كل الليبر الموجود بالشركه. بارتيسيبيشن باي ذوز ريسبونسبل فور امبليمنتينج تشينجز هذول الشباب اللي حيجونا من كل الادارات ما المسؤولين خلينا نسميهم الهدف تبعهم مسؤولين عن امبليمنتينج تشينجز تعديل بسموها من اجل احداث تغييرات في داخل الشركه and inclusion of a variety of functional expertise and work experience. شو كمان variety of functional expertise يعني يجب ان يكون لديهم خبرات معينه في ادارات معينه اوكي and work experience ولديهم خبرات طويله بالشغل نفسه اللي احنا بدنا نعمل او بنشتغل عليه بالشركه نفترض مصنع البيبسي. التيم ممبرز اعضاء التيم الفريق هذا should have knowledge عندهم معلومات of the function كل واحد عنده معلومات عن الاداره اللي بيقوم بيودي بروح مندوب عنها to be benchmarked اذا اداره الانتاج بدهم يروحوا اداره الانتاج اداره التوزيع بشوفوا اداره التوزيع الفريق هذا بروح مع بعض وبدرس هكذا حالات respected position in the company لهم مناصب محترمه عاليه محترمه بالشركه مشان ياثروا and good communication skills بيعرفوا يسولفوا بيعرفوا يتواصلوا بيعرفوا عندهم خبرات وعندهم معارف and teaming skills كمان يعني يتناسبوا مع الفريق ما بصيرش واحد يتمرد على الفريق ويصير انا بفهم وانتم بتفهموش وانا بعرف بتعرفوش وكذا بده يكون منسجم مع ايش روح الفريق and motivation to innovate وكمان بده يكون عنده ايش عنده دافع داخلي motivation to innovate انه يبدع and to support cross functional problem ومعناته شو كروس يعني بمعنى في مشاكل بين الادارات مع بعضها البعض يجب ان يكون لديه الاستعداد لانه يعمل حل لهالامور هاي اداره الانتاج اداره التوزيع اداره المبيعات اداره في اكيد في بتلاقي فيدباك سيء بين هذه الادارات وبالتالي في توتر او قد يكون هناك توتر فوظيفه هؤلاء الشباب اللي بيكونوا مشكلين هالتيم هذولا لازم يكون عندهم على القدرة to support cross functional problem solving يحلوا المشاكل and project management skills عندهم قدرة في إدارة إيش إدارة المشاريع لأنه هذا يعتبر مشروع بدك تعمل بنشمارك بدك تروح زي الجامعة لما بتودي عدد من الدكاترة من كل كلية يروحوا يدرسوا أوضاع كليات معينة في جامعة أمريكية أو جامعة ألمانية وتبر الجامعة إذا هؤلاء يكون لهم مواصفات خاصة. Benchmarking team must thoroughly بشكل كامل investigate and document internal processes بده يفحص يفحص الانترنال بروسيسز تبعت الشركة بشكل مفصل بشكل شامل تبعت المصنع تبعه. The organization should be seen as a series of processes اي شركة فيها series of processes مصنع البيبسي بيجي الماتيريال بنصهر بعد ذلك بتشكل بعد ذلك بندهن علبة البيبسي بعد ذلك بتعبى وهذه إجراءات 1 2 3 4 5 عدة مراحل هاي القصة series of سلسلة من العمليات not as a fixed structure العملية مش هي عبارة عن كن فيكون وإنما في مراحل A B C D كذا إلى آخره فهذه هي عبارة عن خلنا نسميها subsequent processes or sequence processes. A process is a network of related an independent activity نعم هي عبارة عن activity A activity B activity C activity كذا وكل واحدة فيها كوست درايفر مختلف كل واحدة فيها activities مختلف كل واحدة بتبدأ بتعطي لها اللي بعديها وهكذا linked مرتبطة ببعضها by the output بيطلع الـ output من A بروح على B من B على C من C على D من D على E whatever
they exchange بتبادلوا طبعا لما بتطلع معناته في تبديل او في نقل للمعلومه او نقل للمنتج او نقل للخدمه. One way to determine the primary characteristics of a process طريقه واحده لتقدر المواصفات الاساسيه للعمليه is to trace the path request for a product or service takes through the organization. انك انت تتابع العمليات اولا باول is to trace يتابع يتتبع the path الممر الذي من خلاله تمر الخدمه او تمر الايش الانتاجيه او المنتج خلال العمليات داخل الشركه. The benchmarking team must also develop a family of measures. شو يعني التيم الفريق هذا تبع البنشماركينج لازم يطور مجموعة من المقاييس. طبعا المقاييس عملية الصهر فيها مقاييس وعملية التبريد فيها مقاييس والشيبينج فيها مقاييس والفيلينج والماتيريال والمش عارف شو فيها مقاييس that are true indicators. شو يعني صحيحة مش حيالله تجيب لي indicators غلط لازم تكون ريليتد. طبعا اكيد بدنا نروح على البنش مارك ما هو اوف بروسيسز بيرفورمانس اند بروسيس تاكسونومي. تاكسونومي يعني معناته تصنيف هذه البيانات البيان المرحله الاولى والثانيه والثالثه يعني في دوكيومنتيشن وفي تصنيف وكذا هيها فوق هاي دوكيومنت انترنال بروسيس ذات از ا سيت اوف بروسيسز بروسيس اليمنتس ميجرز اند فريزز. وكمان بدك تحط العناصر العملية الصناعية ومقاييس في العملية الصناعية والمرحلة الصناعية and phrases. phrases يعني جمل تكتب شو عم بصير في داخل تلك المرحلة that describes تصف the process to be benchmarked. شو معناته مش هنروح على ألمانيا نكون جاهزين بياناتنا جاهزة ماذا يحدث عندنا إلى آخره ما هي التكاليف ما هي المراحل وكذا كلام كثير. researching and identifying best in class. كيف بدك تدور على best in class في ألمانيا performance is often the most difficult phase. أصعب مرحلة إنك تدور researching يعني تبحث وتحدد best in class إنك تبحث عن الشركة اللي بدك تقتدي فيها أو تقارن حالك فيها. The critical steps are setting up database. المرحلة الحرجة أو المراحل الحرجة إنك أنت setting up يعني تجهز database. Choosing information gathering method تجمع كيف تجمع البيانات internal resources external public domain إما من الداخل أو من external public domain sources بمعنى أنه في أمريكا أو في دول غربية تجد أن هناك بيانات متاحة عن أي نوع من أنواع النشاط الصناعي أو الخدمي أو البيعي أو كذا موجودة. أوكي إذا external public domain sources and original research أو إنك تعمل أبحاث خاصة original research بحث خاص are the possible approaches إنك أنت كيف تعمل البيانات ومشان تروح على ألمانيا تقيسها معاهم. formatting questionnaires تعمل أسئلة سؤال 1 2 3 4 5 6 عند الموظفين تبعينك في الشركة اللي بدك بناء على هذه المعلومات تروح على ألمانيا. list of questions prepared in advance أسئلة معدة مسبقا أكيد and selecting benchmarking partners وبالتالي تختار البنشماركينج partners. البارتنرز هون في البنشماركينج قد تفسر على أنه وين بدي أروح على مصنع في ألمانيا اللي هو البحث وقد تكون هناك أنه مرات المؤسسة لا تستطيع لوحدها أن تعمل بنشماركينج لأنه مكلفة فبتروح على مؤسستين ثلاثة وبروحوا الثلاثة مع بعض عدة جامعات عدة مستشفيات عدة كذا بروحوا على جامعة واحدة أو عدة جامعات أو على مستشفى واحدة أو عدة مستشفيات فهي تنطبق على الجهتين إنه البارتنر معناته بتروح على ألمانيا أو البارتنر بده يروح معك ويتعاون معك ويجيبوا هذا بسموها بارامترز أو خلينا نسميها بنش ماركينج تفيد المجرز للجميع. The data analysis phase تحليل البيانات entails identifying performance gaps. طبعا راح تجيب البيانات من المانيا حيصير في عندك gaps بين ما يحصل عندك وما يحصل عندهم. لانه بعد ما جبت البيانات من المانيا وعندك بيانات اذا الان في gap بدك تحلل هالبيانات. Understanding the reasons they exist. ليش هذا الجاب؟ علبة البيبسي عندهم 50 احنا عندنا 70 هذا gap. ما هي الاسباب؟ And prioritizing the key activities. شو؟
بتحدد الأولويات التي يجب أن تبدأ بها. That will facilitate the behavioral and process changes needed to implement. شو معناته؟ معناته أنت بدك تبدأ بال priorities اللي هي بمعنى أنه أبدأ بمن؟ أبدأ مثلا بعملية الإنتاج تبع علبة البيبسي، ولا أبدأ بالمشتريات، ولا أبدأ بالمخازن، ولا أبدأ بالتوزيع، ولا أبدأ بالتسويق، ولا أبدأ بكذا. That will facilitate the behavioral and process changes needed to implement the benchmarking studies recommendation. بعد ما حلل أكيد أنا حبدأ بعمل recommendation إنه توصيات، بدي أوصي، بدي أرفع توصياتي، بدي أتابع implementation تبعها. الشباب عندي بالشركة بدهم يتبعوا التوصيات تبعتي حتى إنه نطلع بنتيجة، ولا شو الفريق اللي إحنا شكلناه. Sophisticated statistical analysis، يمكن أعمل دراسة على أساس إنه بالكمبيوتر، وأعمل دراسة على أساس إنه statistical analysis تحليل إحصائي متقدم متطور. And other methods may be needed when the study involves many variables، إذا كان عندي عناصر كثيرة، تكلفة البيبسي ووزن البيبسي ووزن ونوع اللون واللون تبع علبة البيبسي والغطاء تبع البيبسي والتوزيع والتسويق والمشتريات وكذا. Testing of assumptions، في عندي فرضيات، بدي احط فرضيات معينه وافتح واعمل اختبار لها، طبعا هذا كله عن طريق الكمبيوتر. اور presentation of quantified results، شو يعني presentation of quantified results؟ بمعنى انه اقدم نتائج من ناحيه الكالكوليشن يلي طلع معانا من خلال ايش؟ من خلال الكمبيوتر. هذه الامور كلها تاتي من خلال السوفيستيكيتد ستاتستيكال اناليسيس، لانه الكم من المعلومات لا تستطيع ان تحلله يدويا وتطلع نتائجه، لانه في تداخل كثير وفي معلومات كثير وفي سو ماني فاريبلز، وبالتالي لابد ما تستخدم البرامج الاحصائيه لتحليل بياناتك والخروج بنتائج بناء على ايش؟ على بعض السوفت وير تبع الكمبيوتر. ليدرشيب is most important in the implementation phase. الشباب تبعين أعضاء تبعين الفريق هذا لدراسة البنش مارك لازم يكون عندهم صفات قيادية، تمام؟ من أهم العناصر بالimplementation phase، لأنه أنت بدك بعد ما تطلع التوصيات بدك تقول بدي أتابع، بدك حدا يسمع منك، بدك حدا يحسب حسابك، بدك حدا يحترمك. Phase of the benchmark process. Because the team must be able to justify its recommendations. إذا التيم must be able to justify its recommendation، معناته إنه هذا التيم لما بيكون عنده صفات قيادية عليه أن يضع المبررات ويدافع عن التوصيات اللي هو حطها مشان الشباب بالشركة يقوموا باتباعها. Moreover، أكثر من ذلك، the process improvement teams must manage the implementation of approved changes. إذا شو كمان؟ process improvement teams، الفريق تبع التحسين العملياتية أو العمليات الصناعية أو الخدمية أو التجارية، لازم يتعامل مع الـ implementation ويتابعها ويديرها and of approved changes. بعد ما صار عندنا changes وصار approved لازم يتابعها حتى يتأكد أن الأمور ما تروح باتجاه آخر. طيب، benchmarking is a way for company to learn its strengths and weaknesses. إذا البنشماركينج هي طريقة for a company to learn its، طبعا مشان تشوف حالك وين أنت قوي، بس رحت على ألمانيا شفت حالك أنك قوي في كذا وضعيف في كذا، by comparison to similar companies. similar companies اللي هي بألمانيا. additional benefits of benchmarking، إذا البنشماركينج بتطلع لك النقاط القوة والضعف، وكمان في إضافات أخرى اللي هي فوائد أخرى. best practice are identified and defined، يعني الجماعة الألمان قدوة لنا إذا احنا نشتغل زيهم. best practice هذه فائدة، وكمان قلنا قبل شوي بتقول لنا وين احنا أقوياء وين احنا ضعفاء. alternative solution are evaluated، فيما لو عندي خيار ثاني بقيم حالي فيه، انه مثلا بدي اصنع بدل بيبسي علبة بيبسي اصنع علبة بلاستيك او اصنع حجم اخر مختلف الى اخره. The competitive position is strengthened، اكيد لما بتروح انت تقتدم المانيا معناته اكيد وضعك حيصير منافس بشكل افضل في المنطقة اللي انت فيها، لانك انت جاي بستاندر الماني. اذا strengthened معناته شو؟ strengthened يعني قوي او يقوى. The company goals are questioned، تعيد فحص الجولز تبعتك لما بتشوف
الجامعة بألمانيا أو الجامعة بأمريكا أو المصنع في ألمانيا. More people are held responsible for their performance. شو يعني منوزع مسؤوليات؟ بصير تقول أنت اسمع أنت مسؤول الإدارة الفلانية حبيبي، كل شهر بدنا نقعد مع بعض، أنت بدنا نعمل لك فولو أب، أنت لازم تعمل فولو أب، أنت مسؤول عن النشاط. ليه؟ لأنه رحنا على ناس متطورين واعتبرناهم البنج مارك تبعنا، وبالتالي علينا نرتدي بهم ونقارن أنفسنا بهم إلى آخره. كوست أوف كواليتي، الكواليتي ضرورية، احنا قلنا الكواليتي هي الأساس في أنك أنت تعمل كاستمر ساتسفاكشن. The IMA statement on management accounting managing quality improvements issued in 1993 describe four categories of cost of quality. ما هي cost of quality حسب الـ IMA الستيتمنت تبعه اللي طلعت بال 93؟ عنده prevention وappraisal internal failure and external failure. prevention يعني منع، وappraisal تقييم، وinternal failure فشل داخلي، وexternal failure فشل خارجي. هذه معلومات رائعة. The organization should attempt to minimize its cost, total cost of quality. إذا بدنا نقلل التكاليف تبعت الكواليتي، طب بدنا كواليتي بس ما تطلع الكواليتي على حساب ما حد يقدر يشتري، ثمن عالي، الكوست عالي، بالتالي ثمن عالي. لازم تكون التكاليف تتخفض. طيب، conformance cost، تكاليف النوعين الأول والثاني، هذا وهذا، اسمه conformance cost، تكاليف المطابقة. include prevention and appraisal، المطابقة حسب المواصفات، يعني المنتج بيطلع بنتأكد انه prevention معناته احنا تكلفنا تكاليف معينة، وappraisal قيمنا ومنع. خلينا نشوف التفاصيل. which are both financial measures of internal performance، اذا هذول ثنتين financial measures لانه بيكلفوا فلوس. prevention attempts to avoid effective output، بدوش يطلع ولا قطعة خربانة، لانه اذا قطعة طلعت قطعة خربانة حتروح خسارة وتروح مع الانفيشنسي، وكمان الكاستمر اذا اخذها حياخذ انطباع سيء عننا. These costs include preventive maintenance، اها المينتنس بدها فلوس، نعم. employee training بدك تدرب الموظفين، بدها فلوس، نعم. review of equipment design بدك تشوف الاكويبمنت ديزاين، الاله تضرب لها واحد ولا تعمل لها مشكله ديزاين، او تطلع منتج غلط، او تطلع خلل في التصميم. and evaluation of suppliers شو يعني؟ يعني اللي هي تقييم الموردين، الموردين مهمين بالنسبة لنا لأنه يعطونا الماتيريال، والماتيريال إذا ما كانت كويسة كيف بدي أشتغل. Providing quality training to employees should reduce all types of quality costs، مهم جدا أنك أنت تودي الشباب وتعطيهم دورات على quality مشان هم المراقبين على quality، دائما في كل شغله يكون في ذهنه مغسول دماغه على quality، فقط quality دير بالك عليها. إذا هذا should reduce all type of quality cost، اللي هي هذه التريننج بتقلل المينتيننس، وبتقلل الاكويبمنت ديزاين، وبتقلل evaluation of supplier إلى آخره، لأنه في ذهنه الموظف ما في غير quality، إذا دائما بركز على الكواليتي وبالتالي بيشتغل بشكل ممتاز. appraisal هي النوع الثاني تبع الكوست اوف كواليتي. encompasses تشمل such activity as statistical quality control programs inspection and testing. شو يعني appraisal encompasses؟ هذا التقييم، فحص، بتشتغل بتنتج السلعه بدك تفحصها. such activity as statistical quality شو يعني؟ بتختار عينه من المنتجات وبتفحصها، مش كل المنتجات. statistical quality control programs اللي هي inspection and testing، افحص وجرب وقبل ما تبيع المنتج للكاستمر. هذول لهم تكلفه من تكاليف الكواليتي، cost of quality، اللي هي النوع الاول conformance cost، هذول اسمهم conformance cost. Non-conformance cost نوع ثاني من التكاليف اسمه non-conformance. Includes cost of internal failure فشل داخلي. Financial measure of internal performance شو يعني internal performance؟ يعني مقاييس مالية للinternal performance الأداء تبعه، إذا فشل معناته في خلل، في خسارة، في تكلفة، في كذا. And external failure cost اللي هي financial measure of customer satisfaction برا جاي من الكاستمر external. هذه شو كمان اللي هم اثنين internal failure and external failure لم يلقى cost of quality. internal failure cost occurs when defective products are detected before shipment عندي جوا كله بهدلة عندي جوا.
إذا examples are scrap, scrap internal failure, rework internal failure, tooling changes تغيير مقاييس معينة internal failure, downtime, redesign of products or processes redesign إعادة تصميم المنتج processes أو عمليات الإنتاج lost output منتجات فقدت re-inspection and testing تعمل فحص من جديد expediting of operation تسريع الصناعة والتشغيل after delays بعد ما تأخرت كل هذا إرباكات داخلية lost learning opportunities ما بتتعلم ما في عندنا فرصة تعليم بديلة ما استفدنا العمال ما استفادوا من هالتجربة الفلانية and searching for and correcting problems بحث عن مشاكل وتصحيحها كلها تعتبر internal failure ولها تكلفة The cost of external failure. External failure إلها تكلفة نفس الإشي. Or lost opportunity. Lost opportunity يعني فرص مفقودة. Include lost profits from a decline in market share. الكاستمر زعلان بطل يشتري إذا نقصت إيراداتنا نتيجة إنه بطل حد يجي يشتري من عندنا. As dissatisfied customers make no repeat purchases. بطل يشتري من جديد. أو return products of or refunds. أرجع البضاعة أو طلب الفلوس ثمن البضاعة cancel orders ألغى طلبات and communicate their dissatisfaction to others بحكي للناس الآخرين بقول لا تروحوش عليهم هذولا تشتروا منهم هذا يعتبر كله external failure thus external failure costs are incurred for customer service complaints for customer service complaints شو يعني يأتي نتيجة التذمر من قبل الكاستمر إذا هذه في تكاليف مشكلة rejection رفض return repair recall of products or service شو يعني تعال اشتغل مرة ثانية أو أعطيني منتج جديد warranty obligation اللي هي قضية المكيفات وضمانات عليها إنه خلال سنتين ثلاث نقدر نصلح لك الكمبريسر quality to customers شو يعني quality to sorry product liability claims product يعني في انت مسؤول لما تبيع منتج انت مسؤول عن اي شيء بيصير مع المنتج هذا يمكن يعمل مشكله معينه يمكن يضرب منتج زي ما صار بشركه فولكس فاجن في المانيا لما كان نسبه التلوث تبعها عاليه وبالتالي رجعوا خسرت تقريبا 12 مليار and customer loses اللي هي خساره الكاستمر كله يعتبر للاكسترنال فيلر كوست given the wide variety of causes of external failure شو يعني أسباب الإكسترنال فيلر the best solution is to provide all employees with training لازم تودي الموظفين وتدربهم مشان ما يطلعوش عندنا مشكلة later on برا والكاستمر يطلع عندنا unsatisfied لازم تطلع المنتجات مطابقة للمواصفات وكذا about the importance of providing quality to customers اذا شو معناته اهميه تقنع الموظفين انه لازم تطلع المنتجات very qualified لمين للكاستمرز او هاي كواليتي للكاستمرز في شغله ثانيه كمان environmental cost في تكاليف لها علاقه بالبيئه بجوز يكون شغلك انت ضرب البيئه او باثر على البيئه are also external failure cost اذا عندك زي ما قلنا سياره فولكس واجن استخدموها بأوروبا صارت تعمل تلوث أكثر من التلوث المسموح فيه في أوروبا شو معناه ترجعوا كل السيارات وسحبتها فولكس فاجن وتأثرت وخسرت 12 مليار إذا هاي external failure cost fines for non-adherence عملوا غرامات عليها تعالوا اسحبوا سياراتكم non-adherence to environmental law عدم التزامك بقانون شو يسموها البيئة قانون التلوث قانون كذا and loss of customer goodwill وكمان شو الكاستمر عمره ما بيرجع يشتري منك إذا إنك تعمل تلوث في البيئة to minimize environmental damage and its resulting cost لازم نقلل التكاليف اللي طالعة منها The International Organization for Standardization has issued الشركة العالمية لا إيش؟ لا الشركة العالمية لمعايير المؤسسات has issued ISO اسمها 14000 طلعوا نوع من الايزو رقمه 14000 هذا مختص بالتلوث Standard to promote the reduction of environmental damage على كل الشركات التي قد تشك بأنها عندها تلوث بدها تطبق هذا المعيار اوكي باي ان اورجنايزيشن برودكتس على المنتجات تبعتها او على الخدمات تبعتها ان
operations to develop environmental auditing. وكمان لازم تعمل environmental auditing، يعني شو؟ تدقيق على الانفايرمنت، مش محاسبه، تدقيق مش محاسبه ولا هندسه، على الانفايرمنت. في شباب مهتمين بقضيه فحص التلوث الذي قد يسببه المنتج او الشركه بالانفايرمنت، بالبيئه. And performance evaluation system، ويكون عندهم نظام لتقييم الاداء فيما يخص الانفايرمنت. اوكي، هذه اللي هي الشركه خلينا نسميها اللي طلعت الايزو 14000 انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرزيشن، المنظمه العالميه لا ايش لا المعايير تبعت ايش الانفايرمنت. طيب efficient accounting processes، شو يعني عمليات المحاسبيه الفاعله او الفعاله؟ كمان بالمحاسبة، إذا ما عندك محاسبة صح بالشركة، بالشركة مش راح تضبط الأمور معك. كل الأمور هذه الامبروفمنت والكذا ما تقدر تظهرها، تظهر لك، لأنه لازم تظهر لك تكاليف وبيانات. Improving accounting processes can increase a company ability to minimize the cost. إذا بدك أنت تحسن عمليات المحاسبة، تسجيل القيود، ترحيل القيود، ترصيد الحسابات، processes can increase company ability to minimize the cost، حتى تقلل التكاليف. لازم تفهم قديش بتيك تكاليف، قديش عندك تكاليف. بدون محاسبة ما بتقدر تطلع بهكذا نتائج. Of these processes while also maximizing their usefulness. إذا شو معناته؟ برضو الاستخدام تبع هكذا نتائج التكاليف واحتساب التكاليف هذه إيه؟ مجان مشان maximizing، يعني شو؟ يعني وقت ما بده المدير بيطلع له تقرير، لأنه نظام المحاسبة فاعل وفعال. Methods used to make accounting operations more efficient are described below. ما هي الطريقة أو الطرق التي تؤدي إلى أن نظام المحاسبة يطلع efficient، يعني يطلع اللي بدك إياه بأقل التكاليف؟ أولا process walkthroughs. شو يعني process walkthroughs؟ يعني دخول، through يعني through العمليات المحاسبية. Involve following a transaction from initial stage، تابع القيد المحاسبي من أول مرحلة من السورس دوكومنت اللي هي المصدر. And observing every step، وين راحت القيد هذا؟ تسجل باليومية in the financial reporting system until the transaction is recorded in the financial statement، حتى تصل زي بسموها الاكاونتنج سايكل، حتى تصل البيانات او المعلومات تبعت الدوكومنت هاي في القوائم المالية، سواء كان بالإنكم ستيتمنت، بالبالانس شيت، بالستيتمنت اوف تشينجز ان فاينانشال بوزيشن اللي هي الكاش فلو، او بالإكويتي والنوتس ذير تو، وقبليها كمان شو؟ قبليها ترايل بالانس. بروسيس ووك ثرو هيلب اسيس وذر ترانزاكشنز ار ريكوردد كوركتلي، سجلت صح. إذا بدك تمشي وتتابع، تتابع الملفات، تتابع عملية، تاخذ أسلوب العينة. And whether the system catches errors، هل السيستم إذا بتدخل فيه errors بطلع أو بمسك الايرورز، الأخطاء بكشفها إلى آخره. And they identify processes requiring improvement، وبيحدد أي منطقة لازم يصير فيها improvement. ما هو عندنا benchmark، طب كيف بدي أرجع أحسب؟ أنا عندي لازم يكون عندي نظام محاسبي يطلع لي البيانات اللي أنا عايزها مشان أقدر أعمل benchmark. كيف بدي احسب تكلفة علبة البيبسي؟ إذا ما في عندي نظام محاسبي يطلع لي قديش تكلفة علبة البيبسي، قديش تاخذ حق الرغمات، وقديش تاخذ مي، وقديش إلى آخره. Process training، تدريب، enables personnel to learn how to do their jobs. بدنا ندربهم الموظفين القاعدين بالقسم المحاسبي more efficiently، بطريقة أكثر فاعلية، ما يقعد يصير يصفن وكذا، لازم يكون عارف الجوب ديسكريبشن تبعه، خطوات اللي لازم يعملها من A to Z. And creates a motivated creates يخلق motivated skilled and effective workforce. يعني شو؟ يعني يوجد هذا طريقة التدريب هذا، يوجد بشر شغيلة بالشركة، يكونوا very effective، يعني زي ما بيقولوا يبدأ بـ 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 بالمطلوب، ما يظل يلف ويدور أو يكون ضايع أو كذا، very effective، وينتج المطلوب بسرعة، very effective. اوكي، زي ما بقولوا short to the point او كذا. اذا وسكيلد، عنده مهارات وعنده تدريب، وموتيفيتد، عنده شيء يدفعه
يدفعه انه يحب الشغل تبعه، عنده لويالتي لهكذا شركه. هذا الكلام كله بخصوص المحاسبين اللي بيشتغلوا بالمحاسبات. Through which organization goals are achieved. بدون المحاسبه لا يمكن الشركه تحقق الاهداف تبعتها، لا بتقدر تعمل بادجت، ولا بتقدر تعمل امبلمنتيشن لاي نظام، ولا بتقدر تعمل مقارنه بين البادجت وبين الايش الاكتوال داتا، ولا 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 تسجل قيود محاسبيه، ولا تطلع نتائج، ولا تقدر تتجه للاتجاه الصحيح. Identification of waste and over capacity. بدهم يحددوا كمان وين في waste. لازم النظام المحاسبي يقدر يطلع لك وين الwaste. وين في كمان over capacity. عندك انت over capacity. شو معنى over capacity؟ انه الطائرة بتشيل 600 راكب ما فيهاش غير 300. المحاسبة لازم تقول هيك. Leads to more efficient accounting. هذا الامر يؤدي. طبعا كمان الover capacity يعني آسف صح الطيارة كلام مزبوط، بس الأوفر كاباسيتي تعني أن المحاسب يجب أن يكون فول تايم، يعني بمعنى أنه شغال 100%. يعني مش المحاسب قاعد بيشتغل ساعتين وقاعد ست ساعات لأنه ما في شغل. إذا المحاسب هذا يعتبر أوفر كاباسيتي. Leads to more efficient accounting. إذا المحاسب لازم تكون very efficient، يعني كل واحد يشتغل 8 ساعات بالضبط. Operations by eliminating unnecessary accounting transactions. نخلص من المحاسبات اللي ما لها لزوم، من القيود المحاسبية اللي ما لها لزوم، من العمليات اللي ما لها لزوم. Okay. And freeing up accounting personnel to work on or more urgent accounting issues. معناته نخلي الشباب تبعين المحاسبة يشتغلوا كما يجب، ويتركهم يبتعدوا عن الشغلات اللي ما لها لزوم واللي not beneficial واللي تعتبر over capacity. اذا to work on more urgent accounting issues اللي هي القضايا الاكثر اهميه للشركه طبعا. اربعه، identifying the root cause of errors. شو root cause of errors؟ تحديد الاسباب الجذريه للاخطاء. uncovers issue، كشف المشاكل related to accounting system للنظام المحاسبي. errors by personal، الأخطاء من الأشخاص، سواء كان بيسجل غلط أو بيرحل غلط أو أو بيختم غلط أو بيعمل authorization غلط أو كذا. or issues with organizational procedure or instruction. or issues with organizational procedure or instruction، قضايا أو مشاكل لها علاقة مع الإجراءات والإنستركشن والتعليمات. في إجراءات على كل واحد محاسب أن يقوم بها، وفي تعليمات يجب أن يقوم بها المسؤول في المخازن والمسؤول في كذا، الدورات المحاسبية ودورات البيزنس سايكل وكذا، هذه كلها لازم تكون مرتبة وجاي شركة استشارية وعامليتها لضبط، لأنه كل الحركات في إلها مرآة بالمحاسبة، في إلها أثر على المحاسبة. Errors can then be decreased. إذا منقلل الأخطاء بهكذا طريقة or eliminated، ويا ريت نخلص منها. أوكي، لأنه هنا في سموها يعني كمان في non value added by correcting problems associated with the process، تصحيح الأخطاء التي لها علاقة في العملية التي نقوم بتسجيل قيودها أو هيك شيء. reducing the accounting close cycle fast close. شو يعني close cycle؟ اللي هي الدورة. can be accomplished by successfully identifying the root cause of error، ما هي الأسباب الجذرية للأخطاء، and correcting the problem، تصحيح الخطأ. hence speeding up the close process. يعني شو؟ بديت بالعملية كملها، بديت بالقيد كمله، لأنه بتخاف تنسى، بتخاف يضيع الورق، بتخاف كذا إلى آخره، بتخاف يصير مس فيه. additionally by conducting walkthroughs. شو يعني walk throughs؟ انك تمشي وتتابع العمليه من اولها لاخرها. of various accounting processes، هاي بيقوموا طبعا فيها الانترنال اوديترز بشكل عام، processes and external auditors احيانا بيقوم بس مش بتفاصيل زي ما بيقوم فيها الانترنال اوديترز. and improving the process whether possible processing of accounts payable، بده يقوم بعمليات معينه قدر الامكان، زي الاكونت بيبل. الاكونت بيبل مشكله لانه ممكن الواحد يسجل مشتريات ويدفع شيكات وما في لا مشتريات ولا شيكات ولا غيره ولا في سبلايرز، كله بسموها فيكتيشس سبلايرز، يعني بمعنى موردين وهميين، كله هذا مضيع على الفلوس تبعت الشركه.
بوستنج اوف اكروالز. الاكروالز انتم عارفين القيود الجرديه هذه كلها لازم تترحل وتتسجل ات ذا اند اوف ذا بيريد مشان تطلع الحسابات صحيحه. انا بحكي هذا الكلام لان انا عشت يمكن اكثر من 10 سنين بالقضايا هاي بالقطاع الخاص في المملكه العربيه السعوديه. سبمشن اوف سبسيدري ريزلتس. شو كمان سبسيدري ريزلت؟ حسابات الموردين في عندك يمكن 1000 مورد بس حسابات الموردين بيظهر في الشارت اوف اكاونتس يمكن حساب واحد كلهم. اذا كمان في جروبات للموردين، اذا كل جروب لها حسابات، وبالتالي هذه الامور كلها تعتبر سبسيدري. المستوردين او الكاستمرز عندك يمكن عشرات الالاف، هذول كلياتهم لهم سبسيدري، كل جروب له سبسيدري، وكل واحد يعني بمعنى بالالاف، لكن بالنهايه بيظهر يمكن حساب واحد في الشارت اوف اكاونتس زي ما كنا نعمل سيتنج اب للاوراكل فاينانس، البرمجه تبعت الاوراكل فاينانس او البان سيستم. ريزلتس اللي هي الاي تي سي طبعا، والليد تو ريديوسينج كومبليشن تايمز. اذا هذا يؤدي الى ايه؟ تقليل الوقت تبع الكومبليشن تايم، لانه في عندي سبسيدري بجمع المجاميع والكمبيوتر اللي بيجمعها انت بس عليك يمكن تسجلها صحيح وتتاكد وقبل ما تعمل فايناليزيشن في قضيه البوستنج الى اخره والفايناليزيشن. شيرد سيرفيسز شو يعني؟ مشاركة الخدمات. Make accounting operations more efficiently by having only one department. إذا الشركة يجب أن يكون قسم واحد للمحاسبة. Provide accounting service for each department. مش كل واحد عامل لي لحاله قسم محاسبة، لا، قسم واحد للمحاسبة، وبالتالي كل الإدارات تستفيد من هذا القسم. هذه بيسموها share services، يعني من قسم المحاسبة لكافة الأقسام المختلفة الأخرى for each department. وdivision إذا كان في قطاع معين and or region أو المنطقة، كل هذا بيشتغلوا على أساس محاسبة centralized. Share services help standardize processes. هذه الخدمات بيؤدي إلى إيه؟ إنك تعمل standardization، يعني شو ما هو الوقت اللازم وما هو العمل اللازم وما هو النتيجة اللازمة وما هي finalization processes and accounting technology system. أنظمة إيش؟ نظام تكنولوجيا للمحاسبة. طبعا أكيد هلا كلها integrated system وبتدخل البيانات وكل الإدارات المختلفة بتعمل عملها وبتظهر قيود المحاسبة. هذا عشته كمان، قيود المحاسبة في قسم المحاسبة، وبالتالي تقوم بالاتصال بكافة الإدارات وعطون المستندات وكذا حتى نتأكد مما وصل إلنا وحدث إلنا عندنا بالقيود المحاسبية. أوكي، إذا هذه اللي هي بسموها accounting technology system، أنظمة بسموها Oracle Finance او الباتشت بسموها البيش 3 او البيش طبعا سيستم او ما ادري يمكن، وكمان الكويك بوكس وانظمه كثيره او بان سيستم اللي اشتغلت عليه كمان. ميكينج ات ايزير تو تراك. ات ايزير تو تراك، لما يكون في عندنا نظام محاسبي موحد سهل جدا انك تتابع تراك، يعني تتابع اند انالايز كوست اكروس ذا كمباني، كل التكاليف شؤون الموظفين بتودي لك قيود من خلال ما هم قاعدين على مكاتبهم، بودوا لك المستندات، المخازن بيدخلوا بيانات معينه كذا، المشتريات الى اخره، كله بظهر عندك بالمحاسبه. اذا يو كان تراكت اول ذا اكتيفيتيز ان ذا بالديبارتمنتس وكل المؤشرات، كل الاحداث التي تؤثر او تؤدي الى ايش؟ احداث ماليه او قيود محاسبيه او هيك شيء. بوسيبل بينيفيتس انكلود منافع يعني محتمله، creation of best practice and more effective control. هذا افضل طريقه للتعامل مع هكذا امر اللي هي shared services، وكمان رقابه داخليه ورقابه على كل الاحداث الماليه داخل الشركه، وبالتالي قد تكون احداث فاينانشال وقد تكون احداث غير فاينانشال. التاخر والغياب والكذا والرواتب والمش عارف شو والاختلاسات في المخازن وعدم مطابقه، كله كلام هذا يتم مراقبته من خلال وجود نظام محاسبي. الآن نبدأ بالأسئلة 25. السؤال: Which of the following statement regarding benchmarking is false? Benchmarking is false. Benchmarking involves continuously evaluating the practice of best in class. هذا صح. Organization and adapting company processes to incorporate the best of this practice. بتقارن بتشوف أحسن التصرف في شركة ألمانية. هذه صحيح مش false. Benchmarking in practice usually involves a company forming benchmark team. إذا لازم يعملوا تيم للبنشمارك، فريق من جميع الإدارات أو الإدارات المهمة. Benchmarking is an ongoing process. هي عملية مستمرة مرت علينا. That entails التي تخول quantitative and qualitative. نعم حكيناها.
measurement of the difference between the company performance of an activity and the performance by the best in the world or best in class in the industry class. يعني نفس صحيح. The benchmarking organization against which a firm is comparing itself must be a direct competitor. لا المنافس لا يجوز انك انت تعمل بنشمارك لانه زي ما قال صاحبنا المدير العام ذاك المره قال وديتهم ورا الشمس بوديك ورا الشمس. اذا هذا غلط دي غلط كل اي وبي سي صح ما عدا دي غلط دي. The cost of scrap, rework and tooling changes in a product quality cost system is categorized as an scrap, training, external failure, internal failure. Scrap or rework, هذا internal failure. Internal. Scrap or rework, internal failure. داخلي. Scrap جوا عندك مشكلة. Rework عندك مشكلة. Tooling changes, تغييرات داخلية. إذا internal. الجواب C. The four categories of cost associated with the product quality cost are أربع categories. تبعت ايش؟ برودكت كواليتي كوست. تتذكروها اكسترنال فيلر، انترنال فيلر، بريفنشن بس مش كارينج. اكسترنال فيلر، انترنال فيلر، بريفنشن اند ابريزل. هذا هي. هاي في اكسترنال وانترنال فيلر، بريفنشن اند ابريزل. ما في غير بي. اكسترنال فيلر، انترنال فيلر، تريننج اند ابريزل، تريننج غلط. اذا ما في غير بي، هذه بي. The cost of statistical quality control in a product quality cost system is categorized as statistical quality control. تكاليف statistical quality control in product quality cost. شو يعني؟ is categorized as an internal failure, training, external failure, and appraisal. بدك تفحص بالعينة، إذا بتفحص مين المنتج اللي بيطلع. إذا هيو appraisal. Appraisal. Cost of statistical quality control. بدك تفحص الكواليتي تاخذ عينه بطريقه الاحصائيه. اذا هذه لها تكلفه. اذا هذه شو هي؟ عباره عن appraisal cost. الجواب دي، هذه دي. Which of the following is not a type of a process? Make to order stock مرت علينا، make to order مرت علينا. هاي ميك تو اوردر اللي هي الساندويشه، ميك تو ستوك السيارات، هايبريد اللي هي الباتش والكونتينوس. البفر هذه مش طريقه. الجواب سي بفر نوت. هاي سي. Listed below are selected line items from the cost of quality report for last month. Last month. Rework. Equipment maintenance, product testing, product repair. What is the total prevention, المنع, تكاليف منع زي الصيانة, and appraisal, اللي هي testing. Cost for last month. إذا ما في غير maintenance للprevention والtesting نفس الappraisal. ما فيش غير الرقمين هذول، هذول غلط، ما لهمش علاقة بالموضوع كله. هاي. إذن الجواب عندنا معناته prevention and appraisal. طبعا هذه rework معناها internal failure وكمان product repair برضو internal failure. إذن الجواب عندنا اجمع الرقمين هذول 1100 805 13 64 ما في غير 1940. هذا الرقم القريب 1940 807 858 940 4 6 10. الجواب سي. بنكون خلصنا هذا السكشن. صحيح انه طويل بس للاسف ما قدرت اقسمه، وان شاء الله يكون الوقت مناسب وربنا يوفق الجميع. كنت سريع بس للاسف الامر هيك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.